السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات. نحن اليوم 14 فيفري 2019، والموضوع تاعنا هو حول الطلبة والانتخابات الرئاسية في الجزائر. قبل ما نغوص في الموضوع المتعلق بالطلبة، بودي هو أنه نتناقش حول القضية نتاع الأخ أصيل الذي تم اغتياله في الحرم الجامعي ببن عكنون في الجزائر العاصمة، إذا كان فيه بعض الإخوة من الطلبة اللي يقرأوا ثم في الجامعة نتاع بن عكنون أو ربما في جامعات أخرى في العاصمة، قادرين ربما ينورونا بالوضع كيف هو في الجامعات وفي الأحياء الجامعية. فقط للإخوة المتابعين، أنا أتحدث عن الموضوع نتاع أصيل ليس لأنه ابن الولاية نتاع برج بارعريج، لأنه لو وقعت جريمة في ولاية واحدة أخرى رايح نتحدث عليها، ويكفي هو أن رانا تحدثنا على قضايا أخرى، لكن القضية نتاع أصيل أي جزائري حر شريف، ولعلكم راكم تابعتوا من خلال القنوات الفضائية والصحف، المسألة هي لا تتعلق بالولاية نتاع برج بارعريج كونه وأنه أنا ابن الولاية نتاع البرج، ولا لأنه هذا راه واحد من العائلة، ما راهوش إنسان بعيد. الوالد نتاعو والوالدة نتاعو في اثنين، الجدات نتاعهم يعني من العائلة، عائلة نتاعي نتاع خبابة يعني من الدار، ماشي قال منا ولا منا، من حيث جداه ومن حيث جداه، من أمه ومن باباه، يعني كيما يقولوا الركنة من الدار، دار تاعنا الكبيرة، يعني معروفين في المنطقة نتاعنا، يعرفونا بيت الساسي، معروف في المنطقة نتاعنا، يعني جداه من أمه ومن باباه. أصيل ربي يرحمه ما راحش يتاجر في الزطلة، وإنما كان طالب من الطلبة المتفوقين، وراح يدرس في الطب من أجل علاج الباش، هو يساهم في معالجة المرضى، فإذا به يذبح غدرا في الحرم الجامعي، ويصير هذا الطالب اللي كان هو يتعلم ويكون كان هو يدرس علاج الباش، هو يدوي الناس، يلقى روحه حتى نتاع الإسعاف وما كانش، مثل ما راكم تابعتوا التصريحات، ولعل الطلبة اللي راهم موجودين في الجامعة نتاع بن عكنون اللي راهم كانوا موجودين ثم يقدروا يشهدوا شحال باش جات السيارة نتاع الإسعاف لثما، كم استغرق من الوقت على جال باش السيارة نتاع الإسعاف، ويا هل ترى لما داوه داوه وهو حي والله داوه وهو ميت، ويا هل ترى في 2019 وين انه الناس راهم يحثوا فينا على الاستقرار ويحثوا فينا على الامن ويحثوا فينا على اشياء كثيره، يذبح طالب في الجامعه في الكليه نتاع الطب بهذه الطريقه البشعه، ومن بعد تبدا الناس يوضوا انه تعالج هذه المساله، تبدا الناس تروج في الاشاعات. العائلة نتاعو أنا نعرفها معرفة خاصة، ماشي قال 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 والله نسمع في الفيسبوك والله في النهار والله في ذيك، نعرفهم معرفة خاصة، نعرف الولد نتاعو نعرفه، ونعرف أمه، ونعرف جداده، نعرف العائلة نتاعو كامل. هو بطبيعة الحال ما نعرفوش لأنه
انا عندي 18 سنه في الخارج ما نعرفوش. ولما سمعت الخبر يعني صدمت، طالب في الجامعة يروح هكذاك يغدر ويذبح هكذاك، وين راها هذه الأجهزة نتاع الأمن اللي راهم يتبعوا في الناس في الفيسبوك؟ هذاك وكتب تعليق راهو ضد العهدة الخامسة، وهذاك مانيش عارف أنا راهو بعث صورة وهذا كذا. وين راهم هذو الأجهزة نتاع الأمن؟ هذو اللي راه منهم الآن راهو يتبع فيك شما يدي معلومات، وين راهم؟ المهم هو ربي يرحمه، وربي ان شاء الله يكون مع العائله نتاعو اللي راها مصدومه، مصدومه كثير، خاصه الام نتاعو والجد نتاعو. ربي ان شاء الله يرحمه، وربي ان شاء الله يجعله من اهل الجنه، وربي ان شاء الله يكون مع العائله نتاعو، وربي ان شاء الله ما يزيدش يوري لهم حتى مكروه واحد اخر. والناس اللي راهم درك هما وقفوا معاه، سواء الطلبة في الجامعة أو الناس اللي تنقلوا حتى من ولايات أخرى وراحوا عزوا العائلة، ربي إن شاء الله يأجرهم، وربي إن شاء الله يثبت الأجر نتاعهم، وإن شاء الله ما تزيدوش نعاودوا نسمعوا حتى جريمة واحدة أخرى في أي ولاية من ولايات نتاع الجزائر. المهم الإخوة والأخوات اللي تحبوا ربما كش ما تضيفوا شيء، أو ربما تحدثونا في هذه القضية، لا سيما من الطلبة اللي راكم موجودين يعني في الجزائر، ومعليش حتى الإخوة اللي راهم موجودين في الخارج، لربما راه منكم اللي قرا في الجزائر. إن شاء الله نزيدو نديرو برنامج خاص بالطلبة اللي راهم موجودين في الخارج. إذا كان فيه إخوة طلبة يحبوا يتحدثوا في هذا الموضوع، كيفاش راه الأوضاع في الجامعة، لأنه حنا رايحين نتحدثوا على القضيه نتاع الانتخابات الرئاسيه، وراها الدور تاع الطلبه. المفترض هو ان الطلبه فئه من المثقفين اللي راهم في الجامعات في تخصصات مختلفه، منهم اللي راهو يدرس في العلوم السياسيه، ومنهم اللي راهو يدرس في الصحافه، ومنهم اللي راهو يدرس في علوم اخرى. وين راهو هاد الطلبه هذو؟ لماذا الصوت نتاعهم ما راناش نسمعوا فيه؟ لا سيما هو أن الجزائر راها مقبلة على المجهول، في ظل هذا التعنت نتاع هاد الناس اللي راهم في السلطة والركوب نتاع الرأس نتاعهم. راكم تشوفوا في التصريحات نتاعهم المستفزة للشعب الجزائري، لا سيما من هذاك نتاع العمال ونتاع الحكومة ونتاع هذو اللجنة اللي راهم مع بوتفليقة إلى غير ذلك. راكم تشوفوا في التصريحات نتاعهم المستفزة، الناس كلها راهم على بالهم بيه باللي راهو منتهي، وهما واحد راهو يكتب وحده، واحد راهو جاب الرسالة نتاعو وحده، واحد راهو كذا، وكأنه هذا الشعب هذا لا يفقه، وهذا الشعب مانيش عارف أنا كيفاش. وين راهم الطلبة هذو؟ نشوفوا ترى، نبداو بهذا الأخ عبد الرحيم. للأسف الشديد الأخ عبد الرحيم يبدو هو أنه عندك مشكلة في الخط تاعك. مهم في انتظار هو أنه ربما كانوا فيه بعض الإخوة دخلوا من بعد عودوا خرجوا. إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا مرحبا بكم معنا. شوفوا ترى هذا الأخ هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. وشاك الأخ نور الدين لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. واش تقولنا الأخ هكذا صالح قلت لي المرة اللي فاتت؟ صالح، أيوة بارك الله فيك. أيوة
واش تقول لنا الاخ صالح في الموضوع تاع في اليوم البداية المتعلق نعدم الأجر بالطلاق؟ العائلة فاقد نورمالمون ربي إن شاء الله يحتسبهم شهداء العلم ان شاء الله يا رب. الأخ أصيل، ونعدم لك الأجر ليك أنت باسكو راهو من الفاميليا ديالك على حساب المنشور اللي بارك الله قريناه، فيك. ونعدم الأجر لكاع الجزائريين يعني بارك بما الله يخص هذا كما يقولوا الشهيد هذا، وربي يرحمه إن شاء الله يكون من أهل الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني شغل الموضوع هذا يا شغل فيه بزاف تفرعات، يعني دوك إذا نقدروا نناقشوهم ولا نناقشوا نقاط بزاف ولا نختصروه في زوج كلمات، يعني دوك أنا نشاور فيك شيخ نور الدين. ما عنديش مشكلة، احنا نحكيو على الموضوع تاع الطلبة. انا جبت هذا درك كأصيل كمدخل، كمدخل لأنه تشوف انت درك مثلا في الجامعات لما تشوف انت طالب في السنة الثالثة يدرس في الطب يذبح في حرم جامعي، تاخذ صورة كيفاش راها يعني الجامعة، كيف هي الجرائم راها تصرى. احنا ما راناش نقولوا باللي ما توقع حتى جريمة في الجزائر، ماذا بينا، احنا ماذا بينا باش ما توقع حتى جريمه. ولكن حتى في هذه الدول وين راها موجوده التكنولوجيا وموجود الامن وموجود الكاميرات وكذا، وراها توقع جرائم، ولكن بهذه الكيفيه اللي راها درك شفناها وسمعناها وقريناها، راهو يا سبحانك يا ربي. راني نشوف الان في الطرقات تشوف انت ناس تحس وكانه الدوله غايبه، فهمت؟ غايبة. يا هل نعم ترى هذه المسألة، وخاصة وإحنا نحكيه على القضية دي نتاع الانتخابات الرئاسية، يا هل ترى هو غياب نتاع الرئيس هذا نتاع الأجهزة نتاع الأمن هذه هي اللي خلات طالب مثل أصيل هو أنه يذبح؟ يا هل ترى أمور واحدة أخرى؟ راك تشوف مثلا قضية نتاع خونا عياش في واسمها في المسيلة، ربي يرحمه إن شاء خونا الله. نتاع البويرة هذاك واسمه محمد هذاك عاشور هذاك اللي راهو واسمه توفى في واسمه في البويرة في القضية هذيك نتاع المياه هذيك. فيضانات ايه شوف يعني سبحانك يا ربي وين رانا وصلنا. دولة اللي انها تدعي من انه راه صارت دولة اقليمية وصارت كذا وصارت كذا، نشوفوا انت هذا الوضع. احنا لو كنا نتحدثوا على القضية نتاع الطلبة، شوف يعني كيفاش الطلبة، هذه الطلبة وين راهم موجودين. احنا كنا نشوفوا بكري طلبة وحتى قرينا، كان عندهم وزن في المجتمع. ايه كنا نشوفوا الطلبة في الجامعات كيفاش يتحركوا، كيفاش الصراع نتاع الأفكار، كيفاش اللي هما يتبنوا القضية هما أنه يخرجوا. شفناهم مثلا في التسعينات كيفاش الطلبة كانت فيه يعني مثلا حركة داخل الجامعات هكذا. انا ما رانوش نقولوا باللي الجامعات تتحزب، ولكن هذو راهم يعتبروا من النخب هذو. الجامعات حسبت عندها بزاف الأخ نور الدين، يعني دوك الطلبة شكون يمثلهم؟ يمثلهم الجمعيات الطلابية اللي هي الاتحاديات بما فيها اتحاد طلابي الحر، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، وليجال، وهذوما كامل عندهم انتماءات سياسية. يعني دوك إذا نعطوك أمثلة، الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين هو عضو مكتب في الأفالن مدعو بن لادن، هذا الشيء معروف وغني عن التعريف، يعني طلع الطلبة كامل يعرفوا هذه الأوضاع. الرجال مسيس ونورمالمون يتبعوا حماس، يعني وكامل الأمناء هذوما تاعهم الأمين العام والمكتب الوطني تلقاهم كامل منتمين إلى أحزاب سياسية، والمعروف في الساحة السياسية أنه الأحزاب السياسية هذه ما عندهاش يعني شغل، ما عندهاش مبادئ، حب يقول تبيع المبدأ ديالها بأي ثمن، حب يقول الوضع الحالي للطلبة الجزائريين هو مبيوع. يعني دوك نتايا بصفتك كطالب سنة أولى يقولوا لك باللي كاين اتحاديات طلابية، كيكون عندك مشكل على مستوى الإقامة
ولا النقل ولا الإطعام ولا ما تقدرش تروح للإدارة تشكي بصفتك طالب. حب يقول لازم تكون عندك بطاقة انخراط في جمعية طلابية، يعني لو ميم سيستيم تاع السانديكاليزم كيما لي جي تي في العمال. حب يقول هما اللي يجيبوا لك حقك، هذا الأمر مفروغ منه. يعني شغل تالمو هاد الجمعيات اللي رانا نحكوا عليها مسيسة، ومعظم مدراء تاع الإقامات الجامعية والمسؤولين هادوما هما أعضاء أقدم. نقدر نعطيك أمثلة وأمثلة ما تخلص. جميع كما يقولوا إقامة جامعية، ولا المدير ديالها يا كان في لونيا يا كان في لونجيا يا كان في لوجال، هذا مفروغ منه. ونقدر نعطيك أمثلة بالأسماوات. حبي يقول هذاك الطالب مسكين يحصروه دوكا، هو عنده مشاكل في الإقامة وفي هذه الأمورات، وزيد كما يقولوا مام الطلبات البسيطة باش يدير يعني شغل دوسي دو ترونسفير فيليير الفيليير وطون كو بريميير اني، لازم يروح لهذ الجمعيات. حبي يقولوا محصور هذاك الطالب ويدخل بريميير اني ما يعرفش هاد لي زاستيس. شغل انت تكون في الليسي عالم واحد اخر، تدخل الجامعة عالم واحد اخر، سوا تسير معاهم يخدموا بك يعمروا بك القاعات ويديروا بك امورات واحد اخرين، وانت تكون عضو معاهم بهذيك البطاقة وتريح تحت اسم طالب. يعني كي نعاودوا نولوا لسنوات مضت، يعني دوك ما نهضروش على الديكتاتورية تاع بومدين وكل واحد كاين اللي يشكر وكاين اللي، كل واحد كيفاش يشوف وجهة النظر ديالو في هذاك الحكم. انا شخصيا ما عشتوش، وشنو هو تشوف يعني فيديوهات مازالوا موجودين رئيس جمهورية يحاور طلبة نعم. باسكو كان عندهم وزن في المجتمع، يشاورهم يهضر معاهم. هاد الفيديوهات مازالها موجودة كما يقولوا، حتى في كما يقولوا في الصعيد الوطني العربي وكامل، يعني شغل الثورات كامل خرجت مع الطلبة. احنا الطلبة ديالنا قتلوهم، شغل كما يقولوا ضعفوا كامل المستوى تاعهم الفكري وكامل كاع النواحي، وحصروهم بهاد كما يقولوا المافيا السياسية. كما يقولوا دوك انت لازم لك واحد يجيب لك حقك، هذاك اللي يجيب لك اللي تجيب من عنده حقك هو اللي هو مديه لك، وين راح تشكي؟ راك معايا الاخ نور الدين؟ نعم. وقيلا ما عجبتكش الهضره مداري لا لا شغل. لا لا، راني نسمع فيك، راني نسمع فيك ونتبع ساعة نشوف التعليقات هكذا. راني نسمع فيك، راني نسمع اعطيتك فيك. على سبيل المثال يعني شغل من كما يقولوا الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، هو من أكبر كما يقولوا الجمعيات الطلابية في الجزائر، نعم، هو اللي عندهم الخارطين الدور بزاف. بتاع الطلبة فيما راه يحدث. طالب إذا ما كانش يعرف حقه شيخ نور الدين كيفاش يكون عنده دور؟ طالب إذا كان مغتصب كيفاش هيكون عنده دور؟ طالب اللي راح يكون هو مستقبل تاع هاد البلاد، يعني مع احتراماتي للعون امن ولا سائق الحافله تاع نقل الطلبه اللي ما عندوش مستوى تاع هذاك الطالب، يتعامل معاه كانه يتعامل مع حيوان، وهذاك الطالب من مسكينه ومغروم باش كما يقولوا مرغم باش يتحمل هذاك الوضع. كيفاش راح يجيب زياده للوطن ولا فهمتني على هذا المثال؟ طالب كيكون داخل جامعه ولا داخل الحرم الجامعي الإقامة الجامعية، راح يتعاملوا معاه عباد يعني شغل ما عندهمش المستوى ديالو، وبطريقة غير إنسانية وبطريقة غير أخلاقية. وهذا الوضع معروف، يعني شغل الناس قاعد تشهد عليه. يعني إذا كان هو ما عرفش يجيب حقه من عند العون الأمن، كيفاش راح يجيب حق البلاد؟ وكيفاش راح تتكل عليه نتايا يكون هو المستقبل تاع هذه البلاد؟ حبي يقول هاد الأوضاع هادي تعاود تولي واحد 10 سنين لونارير، يعني بالك في العهدة الثانية وقيلة تاع هاد الرئيس صارت واحد الخلطة، وين الجمعيات الطلابية معروفة اللي عندهم ضجة في الساحة السياسية كما يقولوا تبعوا بنفليس وخرجوا على طريق بوتفليقة، وصارت واحد الخلطة لتما. كي صرا هاد الحادثة شغل
كما يقولوا تم قضاء على الطلبة بصفة عامة يعني، والناس اللي تكون تابعت كما يقولوا تقصد هذه الحركة الطلابية الأحداث داخل هذه، الجامعة؟ الحركات الطلابية داخل الجامعة قضوا عليها في العهدة الثالثة، العهدة اللي ترشح فيها بنفليس، باسكو هما تبعوا بنفليس وقال لك سي بون بوتفليقة انتهى، وبعد مور الفوت كاين عباد يعني شغل اللي كان امين عام واللي كان تحته، وكاين اللي دار حزب وحده وخرج على فلان، وكاين اللي دخل للحبس بهذا السبب، ويعني قضاوا على الحركة الطلابية يعني شغل تما وين استعملوا سياسة فرق تزد شغل فرقهم، وكاين اللي شراوهم بالمناصب، أعطيتك على سبيل المثال هذاك اللي راهو دوكا في لافالان، يعني دوك فعلا واحد راهو لاتي بالمصالح الشخصية ديالو، يجي ليه طالب بيقول له عندي مشاكل في الإقامة ولا الإقامة الجامعية فيها كذا وكذا وكيفاش هو الحل، اي حوزو ما يستقبلوش اصلا. دوك نتايا تروح تشكي عند واحد للمدير تاع الإقامة صاحبه، وكما يقولوا زميل درب ديالو يعني، كانوا ولا ولي نعمة ديالو، باسكو الإقامات وهاد الأمورات فيهم بزاف كما يقولوا يا كاين بزاف لي مارشي، بيقول كاين مارشي تاع الماكلة، كاين مارشي تاع الخبز، كاين مارشي تاع النقل، كاين بيقول فيها دراهم، طالب راح ضحية تاع هاد المافيا البزنسية يعني شغل قضاو له على الأحلام. دوكا جميع طالب تشوفوا قول تهدر معاهم تشوف مساكن يقول لك أنا ماذا بيا ندير الدبلوم ديالي وندير ولكن شغل، شكون خلاص ما اللي كاش يشكي؟ شكون اللي يشكي وشكون اللي يرفع الانشغالات نتاعهم؟ يا هل ترى الإعلام؟ يا هل ترى أحزاب سياسية؟ شكون حتى شكون؟ الإعلام يعني ولا بكل سيما هو أنه صراحة الآن حتى دوك مثلا بكري قال مثلا كانت غير موجودة هذه الإنترنت وهذه الوسائط هذه اللي نتاع التخاطب نتاع كانت غير موجودة، كانت ربما القناة الوحيدة اللي كانت موجودة هي التلفزة، وحتى الصحف كانت يعني تحت الرحمة نتاع الأجهزة نتاع الدولة المختلفة. بالتالي درك الطلبة حتى إذا قال مثلا هما راهم داروا تجمع أو نشاط في جامعة، مهما يكون هذا النشاط، فرضا درك مثلا القضية هذه نتاع الأخ هذه أصيل هذه قال مثلا في جامعة من الجامعات ما كانش تلفزة ما تغطيش، فهمت، والصحف ما تغطيش، ولكن راها كاين الان واسمه كاين الوسائط، وصارت الان هذه واسمه الوسائط راها تخيف السلطات المختلفه. راك تشوف فيهم راهم هما راها خرجت لهم خلعه، لماذا لا تستغل واسمه هذه الجمعيات وهذه الحركات الطلابيه هذه الوسائط من اجل رفع الانشغالات تاعها ومن اجل فضح هذا الفساد اللي راه موجود في الأحياء الجامعية أو في الجامعات بشكل عام؟ لماذا هذا الطلبة هذه الحركات لماذا ما ينشطوش هما في هذا المواقع؟ هل ترى هما ما عندهمش إمكانيات على جال باش هما يستعملوا الإنترنت؟ ما عندهمش الإنترنت؟ يا هل ترى يخافوا من المتابعات؟ يا هل ترى يا هل ترى يا هل ترى لماذا الموقف نتاع الطلبة راه ماهوش يعني اسمه؟ احنا قلت كنا نشوفوا بكري في وقت سابق كان الطلبة لما يتحركوا خلاص، لما يتحركوا الطلبة معناته باللي راهو الزبدة نتاع المجتمع خلاص يعني. احنا نشوفوا فيهم انسى يا صاحبي، انسى انسى، شوفوا فيهم يهضروا، انسى امرأة سهل. عجوز انا يا قلنا صاحبي يا عجوز، شيخ شنو نور هذاك الدين النهار عجوز رايحة تموت خرجت تقول لبوتفليقة بسطة والطلبة وين راهم؟ رؤساء تاع هاد الجمعيات الطلابية راهم بايعين الماتش يعني شغل، هم معروفين بالاسم، وعطيتك على سبيل المثال تاع اكبر جمعية اللي معروفة هي الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، الامين العام ديالها يعيطوا له بلادنا راهو في لافالان معروف، دي خلينا كان مع هذوك راهو الدربكي، هذوك راه عندهم في هذاك امكانيات هو اللي كبيرة. حاكم الاتحاد الوطني. يسامحني دوك هما راهم دركا هذوك راهم دركا هما راهم خدامين موظفين مع الأجهزة نتاع هذه السلطة هذه،
ماهوش موظف هذاك، هذاك يديروا له كونساي ويفوتيو عليه، وعنده كما يقولوا لا بروسيدور تاع الجمعية، ماشي موظف، ما راهوش منصب هذاك، راهو كما يقولوا يديروا الكونساي باش ينصبوه. خلينا دوك، راهو هذا جهاز والله هيكل من الهياكل نتاعهم، مثل ما راهو هو الاتحاد العام نتاع كيف العمال الجزائريين، ومثل نتاع واسمه الباترونا، ومثل ناس اخرين. هذو هذه الامور مفروغ منها، ولكن وين راهم باقي الطلبه؟ هذا راهو واحد يمثل هيكل من الهياكل اللي راها موجوده، ولكن باقي الطلبه وين راهم؟ شيخ نور الدين، كاينه فيديو ما على باليش اذا نشرتها انتايا تاع الجمعيات اللي ساندت العهده الخمسه، الامناء العامين تاع كاع الجمعيات، يعني واحد الخمسه ولا سته جمعيات ساندوا العهده الخمسه، وكامل مسيسين وكامل يخدموا في احزاب يعني وبمناصب، بصح في الجمعيه الطلابيه يجي عن طريق يعني الفوت، الفوت تاع الطلبه المنخرطين في هذيك الجمعيه، وفهمتك بلي المنخرطين يجيبوك سوا يريغليو لك اماراتك، حب يقول عندك مشكل يريغليو، ليسونسيال تجي معاهم للتجمعات ديالها، يعطيك الوضع يعني شغل من داخل، من الداخل، نعم، من البيت ديالهم، يعني شغل نعم مانيش شكرا نعطيك وضع اللي حكاو لي عليه ولا. شكرا الأخ صالح. نشوف كاين إخوة آخرين راهم السلام عليكم شيخ نور الدين، وعليكم ربي السلام، يحفظك الله ربي يبارك يعاونك. فيك، شكرا. نشوفوا إخوة آخرين، نشوفوا ترى هذا الأخ اللي يرمز للاسم نتاعه بسنفور. المهم الإخوة يكون الأسبقية للطلبة لأنه الحديث حولهم. ننتظر هذا الأخ هذا. مرحبا بك. واش من اردينا اهلا اهلا، او اعطيتها والله مازال. عليك لاباس مش المره اللي فاتت قلت لي باللي راك راح تعطيها. يا اوكي يخرج بوت في الليقاء انا اعطيها حتى ني حتى تسمع حتى ني نيجاليزي ولا انا حتى نديرو اكس واش واش تحكي؟ ابني من اردينا انا نحكي اليوم في الموضوع نتاع الطلبه، طلبه في الجزائر بشكل عام، سواء تعلق الامر بالطلبه تاع الجامعات ولا الطلبه تاع الثانويات ولا الطلبه اللي راهم موجودين في الخارج، راهم يدرسوا في معاهد وفي كليات. الدور تاع الطلبه فيما يجري في الجزائر، وين راهم؟ غايبين ولا مغيبين؟ وين راهم الطلبه هذو؟ احنا رانا نشوفوا في وقت سابق كانوا الطلبه هما لما يحتضنوا قضيه ما يخرجوا داخل الجامعات يعبروا، لأنهم راهم ناس مثقفين وناس دارسين وكذا. رانا الآن صرنا نشوفوا باللي لازم الناس تحكي على الطلبة، فهمت؟ الناس تحكي على الطلبة عوض قال مثلا درك وين راهو الموقع نتاع الطلبة مثلا في هذه الانتخابات الرئاسية. نصير أنا ندير برنامج على الطلبة، أنا نحكي على الطلبة، أنا نحث الطلبة على جال باش هما يتحركوا، على جال باش هما يعبروا، على جال باش هما يهضروا. يا هل ترى كاين نقص نتاع وعي عند الطلبة؟ يا هل ترى راهم بايعين الماتش هما ما على بالهم بوالو؟ إلى غير ذلك من أبيا المسائل. أمين ردينا درك الطلبة تاعنا هادو هم يقراو بسلامتهم على الأخر، وواحد ما يطيرها لهم معايا أمين ردينا، وش هي يخافوا برك يخافوا، هذه هي. أنا لا غال ما قريتش أمين ردين، كون قريت دوك نقول لك. وعلى الحكاية وعلى الحكاية تاع الاقتيل هذه تاع الجامعات والقوات الظاهرة هذه أمين نعم ردينا، سمى لي هذا الحق يقتلوه، بلادي ولاو يخافوا سما تشوف بلادي هي. هذه قضية نتاع خوف. خوف خوف هي مني عاد يقول يكملوا عليها. ربي يكون الخير الأخ الكريم. نشوف ترى نمر للإخوة آخرين، إن شاء الله نشوف ترى نعطيو خلاص فرصة للطلبة كش ما كاين ربما طلبة هكذا على جال باش هما، المهم تكون الأسبقية لهم هما. إذا كان فيه إخوة طلبة راهم موجودين سواء في الداخل ولا في الخارج، نعطيكم الكلمة لكم أنتم على جال باش يعني تساهموا في إثراء هذا النقاش. ألو الأخ باسط، مرحبا بك. البسطة البسطة وعليكم حرام السلام ورحمة الله.
بشرك اخ نور الدين، لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. منين راك تكلم الحمد فينا لله. الاخ باسط؟ ولاية الوادي. مرحبا بك الاخ باسط، وتحية للاخوة في الواد. الله يسلمك، شرف لنا ربي يعيشك. ان شاء الله. ميرسي. الله يبارك ما فيك. حبيتش واش تقول لنا الاخ حابين باسط في الموضوع هذا نتاع اليوم نتاع الطلبة؟ نطرح موسى على أخينا أصيل، ساعة ربي يرحمه ويوسع عليه. ويوم سحبت حبيت نقول لك أخ نور الدين، الاقتتالات المتزامنة مع بعضها، يعني هذه أصيل وطالب الإفريقي هذاك، نسيت نعم اسمه، مش عارف. هي نعم بصراحة زيمبابوي العبارة هي هذا. نهاية زيمبابوي، هي عبارة عن مساج، يعني برك من نظام، برك الطلبة الجامعيين، لأنهم هم النخبة، يعني هم الطبقة المثقفة، يعني يخلقوا في وسطها هكا الرعب، مش يشلوها يعني ويفرقوها هكا برك. أنا ما كان أنا نشوف هناك، تسمى انت الله أعلم، تشوف فيها باللي عملية مدبرة، عملية مدبرة مدبرة يعني أي بغرض إسكات الطلبة. مدبرة عن بأسك الطلبة وتخويفهم على ما كان، كما داروا قبل بالسيستم تاع قبل في يا ربي، في هذه صراعات الأجنحة والإرهاب، وما إرهاب، وكل خطرة يقول لك بلاصة خرجوا فيها ما تشوفش الإرهاب منها وبلاصة لها مش قضية نتاع يبقى النظام. إجرام، قضية نتاع إجرام لا إذا علاقة لها ماشي. بالأجهزة هذه نتاع الدولة. لا 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 الإجرام، لا لا، احنا المجرمين، احنا المجرمين عندنا يا حسن صافي، نوطو عندنا المجرمين، ماشي من غرب زين من بكري، فيها المجرمين، فيها المجرمين وفيها الصالحين، فيها كلش، كما كان الانسان صالح كان الانسان ابراهيم فاسد. يقول لك باللي صاحبه هذا واحد من الناس اللي كانوا معاه ثم هو اللي لقاو عنده السيارة. هما يقولوا احنا ما شفناش، هذا هما راه يقولوا مسؤول في الجامعة يقول، لأنه ما كان بعض الأشياء اللي ما يقولوهاش تسمى على جال باش يحافظوا على السرية بصح ما نتاع الطلبة. يحكموش، كاينين صح، يحكموهم، الدليل تسمى المادي ما قضية يحكموش. نتاع وقت، قضية نتاع وقت برك ويجبدوه. لا راهي هي خلاص، ما دام راهم حدوه يجبدوه، تأكد باللي يجبدوه. ما شاء الله أعلم، فهمت؟ أنا وجهة نظر تاعي تختلف عن وجهة النظر هذه، مش قضية نتاع ومازال زدت وجهة تشوف هذا نظر خنور يا الدين. رجل، قال له وجهة نظر، هذه مش قضية نتاع وجهة نظر، هذه نتاع سيد راهم لقوه في الشمبرة مقتول، وراهم عندهم هما ذوك نتاع الشرطة العلمية هذوك عندهم، قال شكون الشمبرة هذه اللي راهو راقد فيها، شكون اللي يرقدوا معاه، يعيطوا للناس اللي راهم هما الأولين يعيطوا لهم يبعثوهم، ومن بعد راهم كاينين شهود، قال مثلا ثم ما على باليش انا في الكولوار ولا الناس اللي راهم قراب لهم، ثم قال يا ودي كش ما سمعت عياط، كش ما كذا كش ما كذا، عندهم ديزانديس، عندهم معلومات، بالاضافه الى انه راهو دركا نعم. واسمه الاب نتاعو راهو تسمى لما تحدثوا مع شخص لقاو بلي لابيس تاعو هذيك لقاوها عند واحد اخر، ومن بعد راهم لقاو السياره في الجامعه في المدخل نتاع الاخر نتاع الحرم الجامعي هذاك، راهم وش اسمه حكموا شافوه السيد، عندهم كاميرات تاع مراقبه، عندهم معلومات كافيه على جال باش يعرفوا هذا الناس هذو. كيفاش تقول لي انت يا الله أعلم. هي أنا أخ نور الدين، ما دام الانتخابات يعني في انت لأن الاخ النظام انت يخدم بشكل طالب، طالب منظم انت ولا لا؟ لا لا، مانيش طالب، مانيش طالب، خلي مالنا نعطيه الفرصة، ربما الإخوة الطلبة ربما هم يفيدونا. معليش. شكرا اخ نور الدين شكرا للأخ وبارك الله باسط. فيكم. شوفوا ترى الأخ هذا الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بعبد النور داود، راهو عندك الأخ عبد النور اسمه بلوكاج في الهاتف نتاعك. شوفوا ترى هذا الأخ رابح بلك. المهم كش ما كان فيه إخوة طلبة أحسن، هو أنه هم القضية نتاعهم، هم اللي يعرفوا المشاكل نتاعهم ويعرفوا
شوفوا ترى هذا الاخ راه بهذا لعلك شنو يفيدنا. الو 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 اخ رابح، مرحبا بك. الو مرحبا الاخ رب. الو نعم هاني نسمع فيك، الو هاني نسمع فيك، تفضل الاخ رب، هاني نسمع فيك، تفضل، راني نسمع فيك، تفضل. يبدو هو أن الأخ رابح راهو عندك مشكلة في الصوت. المهم ألو يبدو هو أن الأخ رابح راهو عندك مشكلة في الصوت، ألو، والله ربما الخط نتاعك. راني نسمع فيك، تفضل. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير أستاذ نور الدين، لاباس؟ الله يبارك فيك، منين راك تكلم فينا الأخ رابح؟ من ولاية ميلا. مرحبا بك الأخ رابح، وتحياتنا للناس ميلا. مرحبا بك وتحية متبادلة أستاذ نور الدين. الله يبارك فيك. واش قلنا الأخ رابح في الموضوع تاع اليوم المتعلق بالطلبة؟ للأسف الشديد خرج، يبدو هو أنه راهو عنده مشكلة في الخط نتاعو. شوفوا ترى الأخ حمزة هذا، الأخ حمزة الو، مرحبا بك. بيك يعيشك، وش راكم شويه صافا؟ والله لا بس الحمد لله. من راك تكلم فينا الأخ حمزة؟ من ام البواقي، مرحبا بك الأخ حمزة، بيك يعيشك، وتحياتنا للناس أم البواقي. بيك ربي يعيشك. مرحبا بالناس اللي تشوف فينا. الله يبارك فيك. واش تقولنا الأخ حمزة في الموضوع تاع اليوم متعلق بالطلبة؟ الموضوع تاع الجامعه والمستوى اللي وصلت له الجامعه الجزائريه. نعم، بشكل عام، ويعني الانتخابات الرئاسية دونك معتمدة على الجامعة، الطلبة. شوف جامعة، بون نحكي لك أنا ساعة التجربة نتاعي أنا اللي عشتها أنا في الجامعة كايتيديون، عايشت يسمى الوضع من شيوخ أو طلبة والمنظومة ككل عامة. بون مش راح نقول خويا، مي هملت بزاف سما بارابور اللي كانوا يحكيو لنا قبل، لي زيتيديون اللي كانوا قبلي انا كانت شوي لاباس، مي لو مومون اللي قريت فيها انا قريت من 2009 حتى 2015، 6 سنين. واش راح نقول خويا، في الحضيض كيسا سوا من جهة الطلبة ولا من جهة اسمها الأساتذة ولا الدكاترة اللي قراوني، البعض القليل القليل بورسونتاج تاع 10%، أنا على نفسي أنا نتكلم من اللي قراوني 10% من الناس اللي قاعد نشوف فيهم صح كفاءات وقاعدين يفيدوا فيا كطالب ولا طالب للعلم في الجامعة. من جهة يسمى التربية والأخلاق نتاع الأساتذة والطلبة كيف كيف، يسمى كما يقول الواحد المنظومة ككل هي شغل الفساد كيعم عم على جميع النواحي، على الجزائر عامة والوطن العربي اون جينيرال. دونك حاجة تفزد حاجة كيما نقولوا حنا دركا، كي تحط وحدة حبة تاع طماطم في كاجو يكون الكاجو كل مريقل وتكون فرد حبة خامرة، دونك راح تمشي هذيك. حبيت تقول لي الأخ حمزة، يعني ما نقدروش نلقاو جامعة مليحة ونلقاو طلبة وحركة طلابية مليحة في ظل نظام متعفن وفي ظل وضع عام كامل متأزم. والله واش راح نقول لك، على حسب ما شفت انا ساعة، ما حتى الفكر نتاع الطالب الجزائري بار اكزومبل، تلقى المنظمات تمشي ديما المنظمات مع الدولة وتمشي ديما مع الأفلان وما تمشيش مع الحق اللي هو كمثال تدافع على حقوق الطلبة، تجيب له تجريع ليه، توقف معاه في أمور لا مواندر دي شوز تلقاهم ما يوقفوش معاه، مي بار كونتر في حوايج اخرين تلقاهم يوقفوا.
حوايج تاع فايده، حوايج تاع دي زيكسكيرسيون تاع باش يعرف فلان يحب يوصل بار اكزومبل المنظمه تاع طلبه باش يفري بها مصالحه الشخصيه على سبيل المثال، فهمتني؟ تسمى دونك الناس ماهيش تغلبت تفكر في المصلحه المصلحة العامة. الفرديه والشخصيه على المصلحه العامه اكزاكتومون، واللي هي يسمى نورمالمون منظمات كيما هذه مدايره باش تدافع على حقوق وتجيب حقوق الفلان وفلتان، ماهيش باش تلحق انت البلاصه بار اكزومبل ان بوست، ولا باش تدخل في منظمه وتبدا تشارشي دير ان بوت كومينيكاسيون مع عارف فلان هذا ريكتار هذا مدير هذا هكا، وتعود تفري في مصالح ضيقه جدا جدا، شت الواحد للدرجه اللي ما يعني انا كطالب عشت واحد الامور الله لا يشوف فيها طالب، يعني يكون نحكيها عيب حتى يكون يسمعوها شي رجال ولا نساء يتبعوا هنا لهنا، الله لا يشوفهم. شت ديكا وين محال، يعني محال، يعني بار اكزومبل تقول انت ان دكتور يا عجب ربي جايب ديبلوم كدكتور، يسمى نكونوا صغار قبل ما نلحقوا الجامعة قولوا لنا دكتور، ولا تجيك واحد هيبة ديجا الاسم تاع دكتور يجيك هيبة كاك معايا، دونك كي تدخل وتتعاشر وتعايش شي اللي راك قاعد تشوف فيه وتشوف واش قاعد يصرى تقول الحب هذا لو لم ادخل هذه الجامعة. صراحة انا واحد من الناس ما نعترفش بالدبلوم تاعي كدبلوم اللي قريت، زعما كون ما درتش دي زيفور زايدين ولا زدت من عندي باش عرفت شي حوايج يسمى وتعلمتهم لي انا، ما بقيتش نشوف زعما الشيخ ولا الاستاذ اللي قريني ولا نشوف المنظومه ككل على فسادها ولا كمايا، دونك جي بريفيري الواحد يطالع لنفسه ويشوف الروح ويثق في روحه، كتابات امور نشوفه درك عندنا يسمى احنا جيل الانترنت حاليا نجمو نتبعو ونشوفو واش قاعد يصرى في العالم كمثال اي دبلوم ولا اي برونش، نتبع بار اكزومبل واش يصرى في العراق ونوصلو بار اكزومبل في لابرونش هذيك تاعي واش ديكوفري حوايج جدد. انا مالوريزمون طالب ما يحبش يتعمق بار اكزومبل في لابرونش تاعو، عنده ميولات بار اكزومبل يقول لك ليسونسيال كي نجيب دبلومي نروح نروح، ما عندوش يسمى تخمام انه يطور نفسه انه يجيب فايده للروح والبلاد وبار اكزومبل ما والو. وفي الجهه المعاكسه كيف كيف الاساتذه ولا الدكاتره اللي كانوا حاكمين، اني قلت لك واحد 10% منهم اللي شت منهم الخير صح صح ويحبوا الطالب الجزائري انه ينجح في قرايته ويكمل ويدير سابوتاج راتراباج ما تفهمش معاه في هضره، ولا تغنوا في بار اكزومبل حاجه هكا حاب تنعتها له تبان له شغل يقراها كومبلكس دانفيريوريتي، واش راح نقول لك؟ هذو هما الحوايج انا اللي سما اللي عايشتهم بالتجربه نتاعي، وكاينين حوايج اخرين الاخ الكريم والله ما نقدر زعما هكا نهضرهم هكا والناس تسمعهم كوارث، خاصه في جهه البنات هكا مع شيوخ شفنا الكوارث نتاعهم ما نكذبش عليهم. باش تقول يسمى لي نحكيو على الحراره هاي وعلى على العراق اسمه ايه دوك الحراك، لما ننتظروا لهم الطلبة على حسابك. الحراك اخي الكريم لازم وش نقول لخويا، لازم يكون ان ليدر في الحوايج كيما هذو، لازم فهمتني، لازم واحد يقاود هذا الطلبه هذو اللي ما نقولكش يسمى الاكثريه تاعهم عندهم وعي سياسي، خلينا من الكوتي تاع قرايه ولا وين حاب يوصل كل واحد بالقرايه تاعو، مي نحكي لك كوعي تاع مواطن كساسوا ايتيديون ولا مواطن عادي ولا، مي الوعي عند الطالب الجزائري ناقص بزاف، خلاص تلقاه بار اكزومبل يطالب بحقوق تاعو كمثال هكا في الجامعة، مي كي تعود امور سياسية يبان لي قليل، فئة قليلة كاين، مي الفو ان ليدر، لازم واحد اللي يقاود هذوك باش يجيب معاه هذوك الناس، ولازم يقنعهم كلام يكون نقي ويعرف واش يهضر ويوزن كلامه تري تري بيان باش يقدر وين يقنع تشوف هذه انت الفئة. درك الان تشوف انت جوز يعني فايت 80 سنه تقريبا قريب 90 سنه والله، دير لك فيديو تهضر لك على والله الماده ماني نسمع فيك، الخامسه تقدر تعاود لي السؤال؟ قلت لك الان راه كاين مثلا تسجيلات بعض التسجيلات وين انك تشوف انت جوز يعني راه فات 80 سنه وراها هي تقول بوتفليقه والجماعه نتاعهم تقول لهم باسطه خلاص، يعني سمع جوز واعيه فيما الطلبه ما كانش، يعني ما راكش تشوف حراك اللي بحيث هو انه مثلا دوك مثلا تشوف انت مثلا هنا في فرنسا ولا هذيك
قال مثلا هما يديروا كاش اجراء، والله هذيك تشوف الطلبات تحركوهم، داروا اضرابات، بدات الناس ومن بعد يخرجوا للشارع دي مانيفيستاسيون ويجندوا الناس، الطلبه هما تسمى الحراك الطلابي هذاك، يعوض هو انه يعني يتوجه هو، لانه هذ الناس هذو مقارنه بالناس الاميين والناس الناس اللي ما قراوش خلاص، والله تشوف انت هذوك انسان ما قراش يعني هكذا منطقيا، ما راكش راح تنتظر منه هو انه راهو راح ينتج لك. تشوف انت طلبه، طلبه اللي المفترض هو انه هما اللي يقودوا الحراك، هما فيما بعد لانهم عندهم الحماس وراهم في مرحله يعني في الريعان تاع الشباب نتاعهم، يتحركوا هما فيما بعد يجندوا الاساتذه، يجندوا فيما بعد انتوا واسمه انتوا النقل، لانه لما هما يتحركوا الطلبه يشلوا، يتحركوا يعني شوف الطلبه تاع الجامعات، من بعد يتحركوا قال مثلا طلبه تاع الثانويات، من بعد قال لي يتحركوا الاساتذه يجبروهم على الجلب باش يتحركوا، ومن بعد قال لك تعرف باللي ذوك الطلبه هذو والاساتذه ما راهم جايين من كوكب واحد اخر، راهم في المجتمع، بالتالي فيما بعد تمشي هذيك يمشي هذاك الحراك وتمشي هذيك المطالبه، من بعد يدخلوا نتوع النقل، من بعد وسائل الاعلام، من بعد شخصيات سياسيه، من بعد هكذا ذوك، ولكن كي يكونوا الطلبه هما ما كانش. شوف الأطروحة تاعك الأخ الكريم أني نشوف فيها يسمى إيجابية 100%، يعني معاك يسمى في الشيء اللي راك قاعد تطرح فيه عليا، أني معاك فيه 100%. مي الإشكال أني قلت لك أنا كمثال، أنا نحكي على روحي كطالب متخرج وكملت يسمى جامعة تاعي، لابرونش ديجا اللي قريت فيها أنا ديجا عندنا واحد، كاينة واحد السيزون من درك ما كانش قفلوا لابرونش، ماهيش قاعدة اسم، ما احناش قاعدين نخدم انتو ليك، انا نخدم دركا في دومين خاطيني خلاص، اناني دبلومي يقول حاجه وانا نخدم في حاجه اخرى، عندي ما 3 سنين زلت دركا تخصص ونخدم في تاعك؟ حاجه اخرى. التخصص تاعي ايديوكاسيون سبورتيف، تربيه بدنيه ورياضيه. التخصص هذا عندنا دركا واحد العامين، وحنا في نديروا نخرجوا برا، ودرنا تنسيقيه وطلعوا للجزائر جماعه، راحوا الوزاره وداروا ما كانش اخي الكريم. الناس طب خرجوا يسمى طلبه تاع الطب، وما ادراك ما الطب، يسمى بارابور لا برونش اللي كنت نقرا فيها انا، يسمى مانيش نهبط في المستوى نتاعي امامهم، ولكن نخبه المجتمع كي نقولوا اطباء، يسمى الباك افيك مونسيون دي اكسيلون زيلاف، فاك معايا، وخرجوا برا وداو الضرب على يد لابوليس، ودار. دونك احنا خرجنا ودرنا ومنا، وسيتي لا ميم شوز، ما كان لا حراك اعلامي اولا يسمى تعتيم تماما من قبل اعلام اللي نشوفه فيه اليوم كما رانا نشوفه، يدعم في الحمله تاع بوتفليقه 200%، والشي اللي قاعد يصير بالمعاكس، بار اكزومبل شفنا دي مانيفستاسيون في البرج، شفنا في عنا اليوم خرجوا ناس داروا لافتات مضادة للعودة الخامسة، ما ينعتوهمش هذا، يحبوا ينعتوا غير الرأي نتاعهم أمام الرأي العام والرأي العالمي باش الناس تشوف، وهذا يسمى يرجع للمصلحة دائما، يسمى كقنوات إعلامية اللي عندنا احنا اون جينيرال في الجزائر، منين تاخذ ما الدعم نتاعهم، يقدروش منين هما ذوك، تاخذ الإشهارات هما نتاعهم. اسمع راح تنتظر ذوك انت من النهار هو انه رايحين يجيبوا لك شعارات اللي ردوها في البرج ولا في ولايه واحده اخرى نتاع بوتفليقه يا المروكي يا كذا، ما لازم كيما يجيبوهاش مباشره، ما رايحين يهبطوا يجيبوهاش. عليهم الريدو، رايحين يهبطوا عليهم الريدو لانهم راهم يمشوا للاشهار. دونك اخي الكريم، انا الحل وين نشوف فيه، لازم لي بوليتيك الجيريان، فاهم، المعارضه الجزائريه لوبوزيسيون هي اللي كيما نقولوا لازم تقاود، تحط اليد في اليد مع الشعب، هذا المغلوب امره، اك معايا، لازم ان ديسيزيون، قال فوالا نديروا خطوات شجاعة مناهضة لهذا النظام هذا باش نتخلصوا منه، هذا هو الحل الوحيد، باش الشعب هكا ولا كطلبة باش يخرجوا وحدهم، لازم تلهم أخي الكريم، في أي مجال لازم هناك قائد، لازم يكون قائد هو اللي يقود في أي أمر، دونك لهنا لازم نشوفوا المعارضة
تمد يدها للشعب الجزائري باش تقود معاه مناهضة ضد العودة الخمسة هذه. هذه هي اللي في رأيي نعم، لازم. شكرا للأخ حمزة، عفوا. شكرا للأخ حمزة. نمر للإخوة آخرين، شكرا، ربي يبارك فيك. داكور. نمر للإخوة آخرين، نزيد نعاود نعطيك فرصة للأخ هذاك عبد النور. أيوة المرة هذه نورمال ما تفوت. يا الله يا كريم. أخ السلام عبد عليكم النور، ورحمة الله. حياكم وعليكم الله السلام، مرحبا أستاذ بك نور الأخ الدين. عبد النور. الله يبارك فيك، أتمنى من راك تكلم فينا الأخ عبد النور؟ نتكلم معكم من ولاية المسيلة. مرحبا بك الأخ عبد النور. حياكم الله وتحية للجميع. على كل حال مانيش حاب أن نطول في عجالة، فقط حاب أن عطفا على ما قاله يعني إخواني من قبل. أنا أظن بلي المشكل الكبير اللي راه تعاني منه الجامعة ككل، وخاصة في قضية التنظيمات الطلابية. الصوت مسموع؟ لا نسمع فيك الصوت جيدا. مسموع؟ جميل. قلت المشكل في التنظيمات الطلابية أنه نجحت الدولة الجزائرية في العشرية هذه الأخيرة، نهضر على من 2010 وارواح، في اختراق التنظيمات الطلابية. بكري قبل 2010 2009 2008 ما كناش نسمعوا بالتنظيمات الطلابية بالرئاسة نتاعها على مستوى العاصمة، يعني نهضروا على المكاتب الوطنية نتاعها أنها تخرج ضد الطلبة وضد قرارات المجتمع ككل. تسمع مؤخرا أنه تنظيم طلابي شريف كان عنده نضال يعني طويل لمدة 20 سنة، وتلقاه يدعم في بوتفليقة، يعني كما كثير من التنظيمات يعني الآن أصبحت يعني تطبل الأفالة يعني تطبل لبوتفليقة. بالعكس صارت يعني تحجز وتلم في جميع الأفراد نتاعها باه يشاركوا في المهزلة. فالطلبة في مؤخرا هكذا يعني فقدوا الثقة في التنظيمات الطلابية، ما بقاش كاين ما يسمى بالمؤطر تاع الطلبة. الطلبة ما لقاوش شكون يأطرهم، هذا هو الإشكال اللي راهم واقعين فيه. أضف إلى ذلك يا الأخ نور الدين أنه لربما تلاحظت الأمر وتبعته مليح، قاموا طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان وداروا إضراب وضربوهم في العاصمة. راك معايا يا أستاذ؟ نعم والشعب لم يلتف، يعني لم يحتضن المشاكل نتاع الطلبة. ما كانش دعم إعلامي أول حاجة، الحاجة الثانية ما كانش التفاف شعبوي حول المشاكل نتاع الطلبة. ناظر الأساتذة نفس الشيء، يعني تلقى مناشير فيسبوكية في الافتراضي، لكن في الواقع كدعم احنا شوف احنا الإشكال تاعنا يا أستاذ نور الدين أنه لما يقوم قطاع معين بإضراب، سواء قطاع الصحة الطلبة تاع الطب مؤخرا أو قبلهم الأساتذة أو قبلهم طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان، ما كانش احتضان ذاك الشعب، شعب المطالب تاع الطلاب كله، يعني كل واحد يعني بقطاعه فرحون. سبحان الله ما كانش ذاك الاحتضان، على باليش الإشكال شو راه صاري. أنا هذا هو المشكل اللي راني نشوف فيه مؤخرا، وبالتالي فالطلبة ككل فقدوا الثقة في تسمى التنظيمات كل الطلابية. واحد راهو يضرب على روحه، تسمى نتاع واسمو الطلبه نتاع الطب يهضروا وحدهم، الاساتذه يهضروا وحدهم، البطالين ولا يهضروا وحدهم، عليك نور. كل واحد حبي يمشي نعم وحده، هذا هو والنتيجه هذا هما راهم ما كان والو. جيد يا أستاذ، ولهذا يعني تسمى فعلا عوض هو الطلبة. انه الناس تلتف قال مع بعضها البعض كامل، نعم ناس كامل اللي راها تلتف مع بعضها البعض، وفيما بعد يديروا ما الضغط هذاك ويفرضوا واقع نعم مشتين، كل واحد راهو يجبد في الوسمو وحده. صحيت. دوك يا استاذ لربما لاحظت مؤخرا الاساتذه في العام الماضي يا اخي ناضوا داروا اضراب في العوض، جميع الاساتذه وجميع قطاع التربيه وحتى قطاع الصحه يكفوا معهم. احنا سمعنا باللي كاين اساتذه مستخلفين راحوا خدموا في بلاصتهم فكسروا لهم الاضراب، يعني ما كانش ذاك الاحتضان. عقليه جوع حاشاكم، يعني انا يعني اتحفظ على هذا المصطلح، جوع كلبك يتبعك. يعني تلقى النظام نجح في انه يشتت جميع القطاعات هذه من جهة. يعني تصور تالوك طالب مسكين هكذا يسمع التنظيمات أو قيادة التنظيمات يعني على على حسب المكاتب فهمت من الوطنية. خلال الكلام تاعك، ما كانش الإنسان اللي راهو يضحي من أجل الوطن ولا من أجل المصلحة العامة، بدل بالعكس تلقى ناس راهم درك هما يستغلوا في الأوضاع. يعني جميل هذا هو، ما كانش الحضن، ما كانش الإطار اللي يخدم تحته الطالب حتى به يقدر يؤدي الرسالة نتاعو. ما يقدرش دوكا يبدا يأسس من داره جديد
ويبدا يقول لك انا نعاون نخدم من دارة وجديدها، ونفس اللقطه راهي موجوده في الاحزاب. كما احنا درك الاحزاب فقدت الثقه تاعها، او الشعب فقد الثقه في الاحزاب، ومش واي حزب راح يجينا جديد راح نشرحوه بندي نوضعوا فيه الثقه تاعنا ككل. نفس الشيء بالنسبه على مستوى التنظيمات الطلابيه، من الصعب انه الطلبه في هذا الوقت يعودوا يوضعوا ثقتهم في تنظيم او يحتضن يعني المواقف تاعهم، او يعبر عن ما يطمحون اليه. يعني هذا هو فقدت الاشكال اللي الناس راهم طايحين، الثقة. فقد ثقة كبير جدا على مستوى الطلبة، حتى على مستوى الشعب والأحزاب. يعني فقد يعني شوف نجح النظام في هذه النقطة، وهو إفقاد الثقة تاع الشعب بعضه والحل، ببعض. يعني والحل يا أخ، والحل كيفاش؟ الحل، والله الحل كاين مجموعة من الكبيرة يعني، وما شاء الله يعني معتبرة وموجودة في الفضاء هذا الافتراضي يعني الفيسبوك، طبقة كبيرة من النخبة ومن المثقفين انا حبيته، لو ما على باليش هكذا هما اللي يقوموا بالمبادره، هما اللي خاصه في هذه المرحله اللي رانا فيها يا استاذ نور الدين. نحتاج الى نخبنا، الى مثقفينا. انت من غير المعقول في مرحله حساسه كما هذه ما ناش سامعين باشخاص يعني كبار، شخصيات كبيره وعندها ميزان سياسي كبير وما قدمتش للرئاسيات، نسمعوا غير بالمهرجين. يعني نعم يا اما بوتفليقه يا اما المهرجين، ما كانش يعني شخصيه يعني ها وراي عندها ثقه والله هذاك اللي الشعب قال مثلا يتفاهموا كامل ويكفوا معاها. فهذا هو الاشكال اللي رانا واقعين فيه. كاين اعراض كبير من النخبه تاعنا احنا، وفي هذه المرحله الحساسه بالضبط الاصل انهم ما يقوموا باكبر دور، وبالعكس به يضعوا البصمه تاعهم امام التاريخ. يعني والله اعلم. اي والله اعلم. نعم نعم شكرا للأخ عبد النور. نمر للإخوة آخرين. شوفوا ترى هذا الأخ آدم، درك نجي لكم الإخوة. نشوفوا ترى هذا الأخ آدم مشريط، كان فيه مجموعة أخرى راهم ينتظروا، صبروني شوية دوك يفوت خونا آدم ونمر لكم إن شاء الله بالواحد. المهم الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا، نحن في حوار مباشر اليوم، رانا نتحدث حول الموضوع نتاع الطلبة في الجزائر والانتخابات الرئاسية، الوضع نتاع الطلبة، الموقف نتاعهم، الموقع نتاعهم مما يجري في الجزائر. وكنا ضربنا كمثال القضية هذه نتاع خونا أصيل، هذا الذي تم ذبحه في حرم نتاع الجامعة. ولعلكم راكم تسمعوا أيضا في أخبار أخرى، أني شفت قريت منذ يومين كان حديث أيضا حول بنت، يعني فتاة جزائرية في الجامعة نتاع سطيف، وإن كان فيه بعض الوسم هكذا حبوا على جال باش يكذبوا ويقول لك باللي ما كانش منها. شوفوا ترى هذا الأخ راسم، أخ راسم عندك مشكلة في الخط نتاعك، راسم محمد عندك مشكلة في الخط نتاعك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بسعدون، هذاك هو الاسم نتاعك. سعدون سعدون، واش راكم؟ صافا لاباس؟ مرحبا بك، الله يبارك فيك. منين راك تكلم فينا الأخ سعدو؟ انا نتكلم فيكم سويسرا. مرحبا بك. واش راكم وين لاباس؟ في سويسرا؟ في واش راكم زوريخ، في جنيف، جنيف وين؟ جنيف جنيف، واش راكم لاباس؟ نجي لك واش لجنيف. مرحبا بك. واش تحكي لنا على العهده الخامسه؟ واش تحكي لنا على الكادر؟ واش رانا حابين تحكي على يا الكوارث خويا اللي احكي، صارية؟ انا اللي واش احكي، احكي اسمع، احكي على الطلبة، احكي على الكادر، على روحك يا خويا، ما عندي حتى مشكلة. هنا اسمع، مش نحكي على الطلبه احنا يعني؟ ما يحكم فينا، احنا ما يحكم فينا لا غديري ولا بوتفليقة ولا نكاز، وي ولا بيان ما سير يحكم فينا حتى بيان واحد. سير بيان سير، هكذا هذو هما الرجال واش تحكي لنا في الموضوع تاع الطلبة؟ طلبة، يعني رانا تاع اليوم الطلبه. واش نحكي يعني؟ على الموضوع تاع الطلبة في الجزائر، الموقع تاع يعني الطلبة الطلبة تاع في الجزائر ظل يعني ما يجري في الجزائر. وراهم هذ الطلبة المفطور، هو يا هل ترى هما مثل ما كانوا يقولوا بعض الإخوة، يا هل ترى هما راهم متأثرين بالشيء اللي راهم موجود في الجزائر،
يعني راهو كاينه رداءه، كاين فساد اخلاقي في قطاعات مختلفه، بالتالي هذو راهم الطلبه تحصيل تحاصل، ما تقدرش انت تلقى ذوك مجتمع راهو هو قال مثلا مفكك ومشتت ومانيش عارف انا ومضروبه فيه الرداء ومضروب اسمه، وتحوز انت فيما بعد تلقى انت فيه جامعه مليحه الطلبه هذو منهم جايين من كوكب المريخ وما راهم من هذا الشعب، يا فهمتي؟ اخي يا اخي شوف، انت احنا نهضروا عن القطاع، سلطة فاسدة، تشوف انت قطاعات شوف سلطة فاسدة، وكاش يعني كالشعب شعب يعني، هل وصلنا لواحد المستوى انه الشعب الجزائري راهو في كارثة لا يرثى لها، كارثة عظيمة، راهو رانا اضحوكة العالم، العالم راهو يضحك علينا، فهمت عليا؟ يعني كيف تحوست على الجامعات وعلى اي حاجة، اي حاجة مخصوصة بالتعليم والتربية انها تنجح، وما عندناش رئيس، ما عندنا لا رئيس، ما عندنا لا وزير تربيه، لا حتى حاجه في المستوى، ما كان حتى يعني معظم اعمارهم فوق 70 سنه، كلهم يعني محالين على التقاعد. كيفاش تحوس الجامعه تنجح، وتحوس المنظومه تاع الجامعه تنجح، والاولاد يقراوا؟ ما كاش منها، ما تصراش، هذه محال. يعني رانا في كارثه عظيمه، شوف الجامعه راهي الجميع ولات كما نقولوا احنا راه أمة دوك، أنت ايه امه. ما فيهمش حتى واحد ذكر والله، نوليو نهضروا فيه ما كانش حتى واحد في حل والله، يعني هناك جامعات رجال، كامل هناك رجال في بالآلاف الجزائر، الآلاف المؤلفة ما كانش مجموعة في حولها، ما كانش خلاص الجزائر هذه محبوسه. ما فيها حتى واحد في اسمع، حل والله. نعطيك حاجه وقول، قالها لي اخ، الجزائر انها مقبوله، قابله على سنوات قحط، يريدون على الجزائر ان يرجعون الجزائر دوله مدنيه قابله لاي شيء قبيح، فهمت عليا؟ يريدوا يحوشوا للدوله الجزائريه تولي دوله مدنيه تقبل اي شيء قبيح، ماكش تتفرج حتى في التلفزيون، ولا يجيبوا حشاك المخنثين يديروهم في البلاطوات في رمضان في الاخر، والعلماء والناس اللي عندها العلم قاعده في الدار، سبحان الله العظيم. يعني منظومه فاسده، والله غير منظومه فاسده، منظومه فاسده ولكن دوك بزاف. انا راني شوف، انا راني حكيت مع بعض الصحفيين، حكيت مع بعض الصحفيين، ومنهم من يشتغل في قناة النهار، قناة العار، نهار مرة النهار، حكى لي، يعني والله مرة حكى لي، مرة حكى لي واحد، والله مرة قال حكى قلت لي لي واحد، اصبرني اصبرني كي جبت لي انت هذوك على القضية، انت قال لي هو انت واحد ما يعرفك، قلت له كيفاش واحد ما يعرفك، اي قال لي بيان سور. شوف انت الناس اللي راهم درك، راهم شحال راهم الناس اللي راهم يتبعوا فيك، والله شوف الناس اللي راهم هما من يروحوا الواحد اللي راهو داير البوس، لا يهم واش راهو ينتج، فهمت؟ لا يهم شوف واش راهو نعطيك ينتج، راه واحد قال نعطيك مثلا راه عنده ملايين المشاهدات مثلا في موقع اليوتيوب، يدير غنايه يفلق بها اليوتيوب، قلت له انا، قال لي والناس الاخرين كاينين اللي راني نقولوا مثلا نوجه لهم دعاوى ولا ما يجيوش، قلت له انا كيفاش يجيوك؟ شوف انت دوك، انت لما يشوفوك انت تجيب في هذا الناس المخنثين وهذا الناس المعاقين فكريا وحضاريا وتاريخيا وكذا، تشوفوك انت يجيبهم ماشي نورمال، ما يجيش هو، اي راهو بيان سور، هو ما تجيش قال قناة لي عامة يعني. عنده واسمه، عنده حاجة اللي ما تخليهش هو، انه لانه هو ما راهوش يحوس على عدد نتاع المتابعين، والله راهو يحمل ضمير، راهو يحمل مشعل، راهو يحمل قضية، ما يقدرش هو انه يجي هو يغامر بروحه. استاذ انا انا دوك تعيط لي تقول لي انت ارواحه استاذ ورايح رايح رايح نعرضك، انا نقول لك شكون جايب تقول لي فلان، نقول لك ما نجيش، خطر عليه انا دوك استاذ راني استاذ نحوس، هنقول لك، انا عندي قضية ولا عندي مشروع، صبرني برك نكمل لك الاسبوع من بعد نعطيك الكلمه، انت دوك انت تقول لي انت ارواح ليا والله هذيك، نقول لك ما نجيش، واش قال لي؟ صح كاين. قال لي درك هذا الناس اللي راهم درك هما يشكيو ويسبوا، قال لي راهم يشكيو ويسبوا يقولوا قناه الحمار وقناه الاستحمار وقناه الاستبغال وقناه كذا، قال لي درك هذا الناس اللي راهم درك هما ما بونيين في اللاشين في اليوتيوب والله في الفيسبوك، قال لي خي مهمش جايين من كوكب واحد اخر، يا خي راهم جزائريين، نسبة المشاركة اللي راهم درك مثلا في القناة راهم جزائريين
قال لي كلهم راهم يشوفوا في هذيك الرداءة وراهم يشوفوا فيها. قال لي كيفاش تقول لي انت درك دوك لو كان نقولوا مثلا راهم مقاطعينها، راهم قال مثلا راهم يديروا مثلا تسجيل، وقال مثلا راه واحد ما يشوفه، ثم عندك الحق. ولكنك تشوف انت تروح انت دير تسجيل، روح انت دير تسجيل، دير بحث، وقعد انت ما على باليش انا شهر وانت تحكي فيه وفيه افكار وفيه كذا وفيه كذا، ولكن رايحين 4 ولا 5 من الناس تلقاهم، وفي المقابل راك رايح انت يديروك هما غنايا ولا ربي صح يشطح والله عليك، وتلقى انت الناس بالملايين. وهذا كلام موطوء، كلام منطقي. صح صح من على بالي راح نزيد نقول لك، راح نسقسي نقول الدوله الشعب الجزائري لاتفيا، دوله لاتفيا وقت استقلت سنه 1991، وحنا وقت استقلينا سنه 1962 اغنى بلد في العالم. لاتفيا استقلت سنه 1991، روح تشوف لاتفيا اصبحت من الدول المتقدمه، وسيرتو في النظافه استقلت ودخلت للاتحاد الاوروبي ليطا شنغل، ولات العمله تاعهم بالاورو. يعني احنا مازال كاين حكم وما وراء البحار، احنا كاين اللي مازال اليوم يدمر فينا. يعني الجزائر راهي ما تنجحش ما دام تحكم فيهم العصابه هذه، ما ينجحوا لا جامعات لا مستشفيات لا اي حاجه، اي حاجه. المواصلات وما كانش، الحوايج الصغار برك، لو ترونسبور ما كانش. بتجي تقارن انت كيما نقولوا احنا دوك بتركيا، تجي تقارن بسويسرا، انجلترا، ما تقارنش لا مجال المقارنه، سيرتو في العلم. العلم رانا عند العلماء، وشكون تحكي يمشي يخدم في الامريكان، في فرنسا، في لاهور. البلاد ما دام يحكم فيها رئيس في يعني في الاخر، كما قال لي واحد المروكي، قلت له انتوما، قال لي يعطاني واحد الكلمه، قال لي احنا هما ما يحكمناش شي حكيم في الكروسه، هكذا قال لي احنا ما يحكمناش شي حكيم في الكروسه، وسكت، ما لقيت واش نجاوبه واش راح نقول له. يعني كارثه، ما تنجح اي حاجه، اي حاجه في الجزائر ما تنجحش ما دام النظام هذا، النظام الفاسد، النظام اللي يحكم من وراء البحار، لا جامعات لا مستشفيات وحتى المساجد. الجزائر سوف تصبح دوله مدنيه قابله لاي شيء تحيا قبيح. بوتفليقة، تحيا بوتفليقة، تحيا معدني بوتفليقة، هذه جامل انا هذه هي المعلومات تاعي اللي عندي في راسي. سما راهم معك المعارضه، راهم معك ثما. لا لا لا، الناس سخي ربي، الناس راهي مسوفرية هنا. الناس كاين اللي ما عندوش وش ياكل، الحراقة، كاين اللي ما لا عندوش لا لا كواغب، لا، كاين راني نسمع في واحد معاك، راني نسمع في واحد معاك مع بوتفليقة، لا لا والله يقصر معايا يا عم، يقصر يهرج فيك برك والله. يهرج يهرج فيا برك، يهرج فيا برك، مع أصحابي. قلت انا ايه بالك راه يعني عندك مع راكم في الجامعة والله. انا في الدار برك، انا قاعدين في الدار مع بعض. يعني دولة، اهو يعني ده قلت لك الجزائر سوف تصبح دولة مدنية قابلة لكل شيء قبيح، ما دام يجيبوا في القناة، في القنوات، ويجيبوا المخنثين على الآخر، راهي كارثة. يعني أنا واش نسمع في سلال يقول قبيل على الكلمة، على كيف يسميوها الكلمة، على الرئيس، على ما تخرجوش على الرئيس يقابل الشعب، يهضر مع الشعب. انا نتحدى 40 مليون او 5 مليون 50 مليون جزائري، ان الرئيس يقدر يهز البارلور ويقول لهم السلام عليكم، نتحداهم. كل يقول السلام عليكم للشعب برك، مبروك عليه العهده الخامسه، قدرت اتكلم برا. فهمت؟ نعم، هذا واش راح نقول لهم. اي بصح قادرين يجيبوه هما واحد يهضر في بلاصتو، شوفوا واحد هكذا يكون رأي يقلد الصوت نتاعو ويفوتوه لك، ويديروا له مونتاج، يديروا له ميكساج تاع الصوت تاعو مع شوف، الاسمو ويعقبوه. كاين نقطة أستاذ، نقطة نقول الأستاذ والشعب الجزائري إذا كان يتفرج فينا كل يروح بطريقة سلمية، ما يخليش الدم تسيل، ما يخليش العالم تغلموا عليهم بطريقة سلمية، ما نتغلبوش عليهم بطريقة كيما نقولوا حنا اللي تصرالنا كيما سوريا وتصرالنا. لا، ما نقبلوش هاد الحوايج. هما يهزوا ولادهم يروحوا لفرنسا، ويجيو لسويسرا، ويجيو الاخر، ويجيو الاخر، ويجيو الاخر، والشعب الجزائري هو الخاسر الاكبر. لا نريد نروح بمسيره سلميه، ما نروحوش مسيره العنف والاخر، محال. لذا الجامعات راهم قلبوهم جامعات، راهم ولاو بيوت دعاره، ما ولاوش جامعات. حاشاك الجامعات الجزائريه، يعني طالب جامعي سبحان الله يقتل امام 40 مليون جزائري، وراهم الخدامه هذو، وراهم الحراسه، وراهم الكاميرات هذو، وفي في في صغور شبابه.
يعني راه كارثه تصرى هذه، والحوايج اللي يصراو عندنا راه ما يصراوش في العالم الكل، فهمني يا استاذ؟ نعم يعني نعم من شكرا المنظومه للأخ سعدوني. كش ما كاين فيه إخوة معك يحبوا يتكلموا ولا تكلم غير وحدك برك انت؟ لا لا لا، الاخوه مساكن انا قاعد نتكلم انا برك. يعني والله وش راح نقول لك يا استاذ، منظومه فاسده، سمى تنوب عليهم. نوب عليهم، شوف منظومه فاسده 100%. اين انتم ذاهبون؟ وراكم ذاهبين، انا نقول للشعب الجزائري وراك رايح، مازال يديروا الحليب على السكرات، الحليب يديروا عليها لاشان نعم لاشان لاشان. يعني نعطيك برك، حكيت لي على المنظومه تاع التعليم، يعني وزيره ما تعرفش تتحدث اللغه العربيه يا اخي. كي قالت ممنوع الصالات، انا شخصيا نطرح عليها سؤال، كي قالت ممنوع الصالات نعطيك انا سبور، هل الرياضه داخله في وزاره التربيه؟ نقولوا احنا معليش الصالات ما نهضروش، نحي الرياضه، نحي الرياضه، نحيها من كيس يروحوا يمارسوا الرياضه في القاعات، القاعات الرياضيه ما يمارسوهاش في وقت الدراسه. لا، هو يعني منظومه الموسيقى قال يروح موسيقى، يديروها في الحفلات، يديروها في الحفلات ولا شوف في التصنيفات. منظومه فاسدة ومنظومة مدروسة وحكم من وراء البحار، وحبة وحبة من حبة وكره من كره. الجزائر لم تستقل، الجزائر استقلت بالكلمة فقط، لم تستقل، الجزائر مستقلة بالكلمة فقط، صافي أبناء صافي، فرنسا. مالا على حسابك انت، مالا لقيت راهو غير يطرطر برك. وش يطرطل؟ إيه تسمى راهو يقول والثورة وانا درنا وبيان اول نوفمبر ومنا والفقوس يا الدلاع أخي وسباقيتين تاع هذوك الطليان الشهداء رحمهم الله، سمعتني؟ وفرنسا خلات ولادها نعم راهم يخدموا وراهم يتحكموا في الشعب الجزائري، مازالوا يخليوا الشعب مشتاك شكارة حليب. الفقر يا ترى، يا ترى انسان راجل بموسطاش تاعو يبكي، يبكي الوالي يبكي بالدمعة ويقول له اعطيني السكن، وسكن من حق المواطن. راهي عندنا انهار، انهار كبيرة، واللي تحت البحار، بحار تحت الارض تمشي تاع بترول، وحق الشعب، حق نعم الشعب. الجزائر شوف نص، شوف نقدروا نخدموا الجزائر كل بالزجاج، كل بالزجاج تولي الجزائر احسن نعم من الدول الاوروبيه، كنا قوا رجاله. الله وبارك الله يبارك فيك. فيكم، شكرا للأخ سعدون، راهم كاين إخوة ينتظرون نمرر لهم الكلمة. شكرا، ونتمنى ان شاء الله الشعب الجزائري يفيق برك، كذا ما نقول، نتمنى الشعب الجزائري يفيق ان شاء الله الله يبارك وبطريقه فيك سلميه. شكرا، السلام عليكم، إن شاء الله. تعيش شيخ. شكرا للأخ سعدون. شوفوا ترى هذا الأخ راسم هذا، يا الله يا كريم. هايا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من راك تكلم فينا الأخ محمد؟ السلام عليكم شيخ، واش راك؟ لا بأس الحمد لله، أنا أسمع فيك. شيخ لاباس بينا. لا بأس الحمد لله، الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ محمد؟ الريزوره شويه، راني في كوزينه طيب على بها، الريزوره شويه ناقص. أسمع، البصلة هي دات لك الريزو. رانا من باريس ان شاء الله. مرحبا بك الأخ محمد. واش تقولنا في الموضوع تاع اليوم تاع الطلبة؟ هاك تشوف يا يعيشك. يبدو انه صافا شيخ الصوت تاع لاباس. ما يلحقش، يلحق روتار. راهي ناقصه شويه الحاله، راك تعرف. والله غير عجبني السوج يعني اللي راكم دايرينه. نعم راني روطار شويه. هاي تلحق الهضره شويه روطار. سمعت شيخ؟ ايوه، تفضل تفضل في الموضوع تاع الطلبة. نعم، الو يعني نسمع فيك. الو الو الو، راني نسمع فيك، تفضل. تسمع فيا يا شيخ؟ نعم صحيت. بون صحيت، سمعتك دوكا تهضر مع اللي كان قبلي، قلت له الناس ما تعرفني، انا واحد ما نعرفكش، حتى ما لحقت عندي. انا كنت ندور فيسبوك لقيت سوجي، انا جايك في الموضوع، لقيت سوجي عجبني السوجي حبست، ما انا واحد ما نعرفكش، هذه الاولى. الدوزيام بون ما نروحوش للطلبه، شوف كاينه حاجه شيخ بين الطبقه السياسيه والشعب، كاين الصحافه، كاين لابريس. اذا كانت لابريس فاسده ما راح تستنى والو من الشعب، حنا عندنا لابريس فاسده في الجزائر، عندنا الصحافة
اخمج صحافه بالك في العالم سي لا بريس تاعنا تاع الجزائر، باسكو يدعموا غير في الدوله، فهمتني؟ دوك الشعب انت كيما تقول الشعب مغلوب عليه، ولا تهضر انت تهضر على الطلبه، خلينا ما نروحوش للطلبه، احنا نهضروا على لي ستاد برك، لي ستاد اللي راهم في الجزائر يا اخي. ديجان هو ما يقول لك هذاك ديجان زعما ماشي كي تي في وما عندوش في راسهم، راه شوف الغنى غير اللي راهم يغنوه، فهمتني؟ احنا ما نروحوش كاع للطلبه، نهضروا غير على الديجان. ودوك اللي تهضر معاه، احنا كلتنا حاجه في الجزائر شيخ، تخطي راسي، هذاك هو المشكل الكبير اللي راهو في الجزائر مبوانتي. اللي تهضر معاه يقول لك تخطي راسي، تخطي راه هذيك تخطي راسي اللي ماشي مليحه، راك تسمع فيا يا شيخ؟ نعم كيف راك تشوف انت في الموضوع هذا نتاع الطلبة؟ راك تسمع فيا؟ خليني نسمع فيك. يبدو هو انه راه عندك تأخر كثير في الوسم في الصوت. نمر الواحد من الإخوة الآخرين، معذرة الأخ الكريم. المهم شوف ترى بالك صلح الخط نتاعك ومرحبا بك. نعاود نشوف ترى هذا الأخ آدم، نزيد نعاود نعطيك فرصة واحدة أخرى بالك لعل الله نشوف. المهم الأخ الكريم اللي دخلت دركا محمد، تقدر تشوف شوف كشما ما كان يكون فيه الريزول مليح والله، وعاود عيط ما كان حتى مشكلة. إذا كان فيه إخوة طلبة حاولوا أنه تمروا يا سيدي. أضعف الإيمان هو أنه الناس اللي نقولوا الناس اللي راهم في الداخل ما يقدروش، الناس اللي راكم في الخارج يا صاحبي في كندا وفي أمريكا راها كاينة مجموعات، كاينة صفحات، لربما راهم عندكم بعض الأصدقاء أو بعض الزملاء نتاعكم أو بعض أبناء الحي نتاعكم للمنطقة نتاعكم، لا ربما يلحقهم الصوت ويصيروا هما انه يسمعوا ويصيروا هما انه يتبعوا في هذه الحوارات اللي رانا نديروا فيها. حاولوا انه تمروا الرابط نتاع الفيديو هذاك والرابط نتاع الصفحه حتى باش هما يتبعوا مثل هذه النقاشات ومثل هذه الحوارات اللي راح تعود بالمنفعه على الجميع، لانه احنا رانا نحكيو في مواضيع اللي تهم الناس الكل واللي تهم يعني الناس اللي راهم يحوشوا على الخير للبلاد. شوف ترى هذا الأخ أمين، الأخ اللي دخلت راني عرفتك، يبدو هو أنه عندك مشكلة. الأخ واسمه آدم اللي ترمز الاسم نتاعك بالأمين، اللي طا عندك ان بلوكاج في الهاتف نتاعك. شوف بالكش ما راهو كاين بوطون راك غالقها. شوفوا هذا الأخ هذا الأخ هذا اللي يرمز للاسم نتاعو بديزا، هاني طلعتك. شوفوا ترى بالك لا عود شمية. ألو ألو، السلام بدور انا عليكم. من العود الخامسة. اسم نتاعكم درك تكلم فينا ومرحبا بك، تفضل. من مستغالي مرحبا بك، الاسم نتاعك وتفضل في الموضوع تاع الطلبة. السلام عليكم، راكم منيح؟ وعليكم السلام، الحمد لله. هي علامة العنف راه بزاف في المؤسسات التربوية. كيفاش؟ العنف تفضل في الموضوع تاع الطلبة. العنف راه بزاف، بقينا نقضوا على هذا العنف دابا. شوفوا الأخ رابح، أخ رابح عندك كان بلوكاج. رابح اللي ترمز الاسم نتاعك برابح سي اش، عندك مشكلة في الخط تاعك. شوفوا ترى هذا الأخ ياسر، أخ طاهر، الموضوع نتاع اليوم هو حول الطلبة والانتخابات الرئاسية في الجزائر. كنا في بداية الحوار تحدثنا على القضية نتاع أصيل، يعني كما يقولوا مرينا عليها برك هكذاك، ورانا نتحدثوا على الطلبة بشكل عام، سواء الإخوة اللي راهم في الداخل ولا اللي راهم في الخارج، قادرين هما يلعبوا دور. إذا كان هذا الإخوة اللي راهم موجودين في الداخل مقدروش
الاخوه اللي راهم موجودين في الخارج واش اللي يمنعهم؟ يا هل ترى ما مش متنظمين؟ يا هل ترى ما عندهمش اطار اللي هو يجمعهم؟ يعني واش اللي يخلي الطلبه هذ الناس اللي راهم سواء في الداخل ولا في الخارج ما يلعبوش هما الدور اللي هو يساهم في نهوض بهذا البلاد؟ رانا نشوفوا في الطلبه المفترض هو انه يقدروا هما يتحركوا، قادرين هما لما يتحركوا يجندوا ناس اخرين. الاخ ياسر راني طلعتك، يبدو هو انه عندك مشكله في الخط نتاعك. اخ واسمه رابح نفس الشيء، راه مازال عندك كان بلوكاج، فهمت؟ محمد اصبر تشوف الاخ زكريا. اطلب اطلب الاضافه. مرحبا بك الاخ محمد، واش راك؟ صافا لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. الموضوع على الطلبه والانتخابات. انا حبيت بك نعطي التجربه تاعي. علاش قريت دوك؟ انا راني طالب هنا في فرنسا، بصح قريت في الجزائر، جبت الباك تاعي وقريت في جامعه تاع باب الزوار. وشفت كنت ندور شويه بالجمعيات وهذوما، عندي شويه عندي شويه تجربه. بون حابب نحكي لك باش نعطيك بصفه عامه كيف راهي داخل الجامعه، واش كاين، كيف الناس، كيف الوضع. علاش دوكا ما نقدرش نقولوا الطلبه ما عندهاش، ما نقدرش نديروا فيها امل، وعلاش الوضع راهو هامل. نعطيك مثال. انا كي قاعد في باب الزوار، بون من ناحيه الجمعيات وهذوك، استاذ كيما هضر هذاك الاولاني كاع بوتفليقه افلان ومنا وهديه، وكي تصرا كاش حاجه زعما قال بوتفليقه ولا كاش راهم حي زعما يديروا كاش كيف يقولوا تدشين زعما تاع مؤسسه ولا كاش زعما بور خطر بور تاع بنيه تاع لا مدراكز قالوا لنا نرواحوا من كيش هي الامور كاع كيما قال لك هذاك الاستاذ افلان. هاي كاع دات هذه الجمعيات في 2018 وزادوا داروا لنا هذا الجيل بوتفليقه، هذه هي دوكا او دارها ولد عباس. تجمع كاع الجمعيات اللي جايه في الجزائر اللي هضر عليهم هذا كاع حكمتهم افلا، هاي واسمها جيل بوتفليقه. كي تكتب الاخ محمد شوف، خلينا نكونوا منطقيين وخلينا نكونوا موضوعيين. درك لما نقولوا احنا باللي هذو راه على فلان داتهم دات كل، معناتها باللي راه عندهم اغلبيه بصحتهم. ها ماشي اغلبيه استاذ، ايه وراهم الطلبه هذو. وري لي دوك انت تقول لي الطلبه دوك راهم في الجزائر. شوف الطلبه قول لي انت باللي في الجزائر راهم الطلبه مقموعين، راهم الطلبه مشتين، راهم الطلبه مزربعين، ما عندهمش تنظيم اللي هو من خلاله يقدروا هما قال مثلا يرفعوا الانشغالات تاعهم ولا يفرضوا واقع على هذه السلطات المختلفه. ولكن والناس اللي راهم في الخارج صح استاذ، انا جايك نعطي لك امثله من الواقع. من الواقع خلينا من الطلبه شحال كاين واحد لاجئ من الجزائريين راهم في الخارج؟ شحال كاين اقل شيء في فرنسا؟ اقل شيء كاين 200 300 الف. اقل شيء كاين 200 300 الف وبلا كثر. وين راهم؟ شحال كاين الناس اللي راهم درك هما في هذه المرحله، يعني منذ الخروج نتاعهم لبرا راهم ينشطوا وراهم يقوموا بالدور تاعهم. نتاع علاش خرجت؟ تهضر قال طالب راك خرجت انت باش تقرا. قال هذا اللي راهو لاجئ على واش؟ راهو عندك انت مشروع سياسي، خرجت انت درت اللجوء السياسي، على واش خرجت؟ راك انت مظلوم، راك انت مضطهد، راك محقور، والله الان راك دير في البزنس، راك تحوس على اخر ماركه نتاع السيارات واخر ماركه نتاع الهواتف وتحوس نتاع الشقراوات، وراك تحوس نتاع على الفنادق الفخمه، وراك تحوس نتاع على جال باش دير سيتياسيون على روحك وما يهمكش. طالبه يا صاحبي انت دوك كي تقول لي انت طالبه دوك في الجزائر راهم دوك قال داتهم لا فلان واللي راهم لبرا، شكون دام استاذ؟ راني جاي لك، راني جاي لك، راني جاي لك برا استاذ. انا خطر هنا في باريس باش تشوف اللي التاثير تاعهم في الجزائر وحتى لهنا. ها
هذه اللي هضر عليها وعنده الحق سيد اللي هضر عليها واسمها يو ان او، هذه هي لونيون ناسيونال تاع لي زيتيديون الجيريا اللي كاينه في الجزائر، راهي كاينه في باري، يحكموا كاع تاع لي زيتيديون تاع اللي كيما انا زعما جاو من الجزائر، يحكموهم زعما باش يعاونوهم، وتحت امورها تعرف كاين، وكاين تاع الماك انا شفتهم، يقول لك حنا تاع لي كابيل ايتيديون منا، ورحت شفت واش يديروا ويجيبوا هذوك لي جون تاع الماك زعما غير كاين تصويره ولا يخرجوا جا يخرجوا هذوك تاع الماك وفرحه مهني. وين تروح هنا في فرنسا؟ والباقي انا عندي زملاء كل واحد براسه كيما قال لك هذا، كل واحد خطيني، واحد يقول لك انا عندي قرايتي وانا منا، واحد يقول لك عندي بروبليم تاع كوارات، كل واحد وش من الجمعيات هاي ناظر حاجه لي كاع مخترقين. انا لي استاذ الطلبه وقتها كان عندهم تاثير هذاك تاع الاتحاد الوطني الطلبه الجزائريين، كي كان حاكي كانت وقت طالب ابراهيمي، هادو كانوا نخبه، كانوا نخبه، هادو كانوا كان عندهم تاثير، كانت مام الدوله تخاف منهم، كانت عندهم كلمه. وقتها في الثمانينات صار لهم اختراق مع الارهاب ومن ولاو اخترقوهم شتوهم. او نعطيك مثال على كريم مولاي، او كان يتحدد هذاك مثال في التسعينات اخترقوهم تشتو، ومن بعد كي جا بوتفليقه، بوتفليقه جمعهم جمعيات هادو ما تاع يا الاخ الكريم. دوك شوف نقول لك، واسمح لي تقول لي باللي راهو كاين اختراق راني معاك، تقول لي باللي كاين تعسف معاك، تقول لي باللي كاين خوف معاك، ولكن ما كانش 10 من الناس قادرين درك هما يخرجوا 10 رجاله، ما كانش يا سيدي هذو في الداخل مكان، شوف الخارج مكانش، لازم الامكانيات، مش قادرين دوك هاد الناس اللي راهم في الخارج درك هما من خلال صفحه في الفيسبوك والله. شو نعطيك مثال مجموعه هو انه يديروا، قال مثلا في الجزائر راك تروح انت، قال مثلا دير انت تطلب باش دير تنظيم والله يمنعوك، مش قادر يا سيدي، ماكش قادر تفتح صفحه، ما قدرتش تتلاقى مع طلبه، ما كمش قادرين دوك ديروا حوار كيما درك هكذا اللايف هكذا والناس تسمع. وسيدي قال ما ديروش على اللايف، ديروا سيدي بيناتكم مجموعه على السكايب الله يتلقاو 10 من الطلبه والله يحكيو في الوضع نتاع الجزائر، وقال ها وحنا رانا مجموعه من الطلبه ها الموقف نتاعنا من القضيه الفلانيه. كيفاش تشوف انت الناس تتحرك؟ يا صرا موضوع قال مثلا دوك مثل القضيه هذه نتاع الطالب هذا اصيل، هذا قنوات فضائيه من مصر ومن تونس ومن المغرب ومن كذا تتحدث عن القضيه والناس ما على بالهمش، راك قاعد داير باج فيسبوك كما قالها لي واحد وكتب لي واسمه تعليق، قال لك راه ملتين بعيد الحب. بصح استاذ هذه تاع اسمح لي نعاود الحلقه، وسبق نطلب التعزيه والصبر لعائله اصيل والترحم، ربي يرحمه ان شاء الله. انا هذه قضيه تاع اصيل بك نحلقه دوكا كيما حنا نقولوا الامن على حسب المعلومات، قال لك هذا صاحبه محاوله من الاغتصاب، هذه في راي في قناه راي في النهار حطوا عليها ارتيك، قال لك كانوا ما حبوا يداروا له محاوله اغتصاب على حسب طبيب هذاك طبيب شرعي شريعي ولا شرعي، دوكا انا نسنو في الامن، او يقول لك هذه قادره تكون مشكله ماشي بالك لها علاقه مع الـ مع الـ مع الجامعه، ولا كباب تكون مشكله من المشاكل مع البنش والسرى، دوك ما نقدروش زعما نحس. بصح حبيت بك نحذر، هاي كاينه جمعيات راهي كيما دي تاع المواطنه والبركات تابعين الطلبه، راهم دوكا اغتنموا هذه الفرصه باش يدخلوا السياسه في الوسط، راهم بداو يخرجوا في القنوات ومنا، هادو تاع المواطنه منا كاع تابعين للمرشح غديري والجماعه هادي، جام حابين ما يديروا وقفات سلميه ضد العهده الخامسه، والناس بزاف راه حيغلطوهم، يقول لك حنا وقفه سلميه وكاينه موراها غديري. وهذا اصل دوك حنا نسناو في الامن ونشوفوا. بصح استاذ دقيقه بركه، انا هذه تجربه صارت لي انا في جامعه باب الزوار، كنا حنا اخوه جماعه هكذا مدينين اخوان، من داك نديرو تجمع غير في الدير، كان عندنا مصلى، كان واحد المصلى نديرو من داك نهضرو على الجي ماشي الجهاد على المجاهدين ثوره، نديرو شويه بوليتيك، جانا خطر الامن، مام استاذ في الجامعه كاين سيفي، جاوني للامن وشنو هدايا ومنا والريكتر راهو منعكم، الامن الان جاونا بوليسي ويدوروا لهنا في الجامعه،
ما كانش هذيك تاع زعما تحب تنوي دير حاجه لون في تياتر، زعما تحب تكره ولا تقول لا. ماشي تكره، قال هذا الريكتور بالمعرفه، كل شيء بالمعرفه. بعد ما نحاو هذيك كيف نقولوا السياسه تاع هذيك الطلبه اللي زعما يفطن ويدير الواعي وقضاو عليها. هذيك عندك شوف، حنا في باب الزوار في الربيع كانوا يجيبونا الخيمات، يجيبونا العواد، يديرونا لي غالا مغنيين، وهذا ما كان. وعندك استاذ على حسب اصحاب الهضره القطه نتاعك، انت راهم مقسومين، راه طرف معاه بوتفليقه وطرف معاه غديري. اي والله دوكا راهم دخلوا لهم هاد السياسه هذه دوك مع اساس قوات تاع الجهه تاع غديري. هذا شفتهم عم داو يخرجوا في القنوات، هادو تاع جمعيه تاع طلبه كيما هذه واحدة سيت اسمها مقبل كانوا يهضروا، قال لك زعما يقول لك الامن ويحصلوا في الامن ومنا. ودوكا راهم يصيروا بزاف مناوشات في الاقامه، قال لك مام كاينه في وقيات في سطيف في بويره، ام كاينين وفي الرغايه. بصح راهم يقولوا لك كذب، وهم يقولوا حقيقه ما على بالناش. بصح راني شفتهم يهضروا في التلفزيون، ام حبيت شفتهم كانوا مام تماك لي زيتيدو يهضروا، دخلوا البوليتيك وماشي العهده الخامسه كانوا يهضروا تماك. فكي كانوا ينوضوا على اصيل، كي قال لك جينا نقرا ما جيناش نموتوا، كانوا بعض الطلبه تماك دخلوا لهم هذاك تاع العهده الخامسه والسياسه. وبدات ودوكا بدات دوكا استغلوا هذه الفرصه تاع العهده الخامسه والاحداث اللي صراو، احداث اللي حيصراو دوك يستغلوهم في السياسه. دوكا الطلبه راهم شتين، راهم يجوزوهم. وانا شفناهم، انا استاذ عاش، ما كاش حاجه في الجامعه ما يخلوش حاجه اللي يافونسي بها زعما قال الطلبه ولا الوعي. ما يديروا لك غير تمسخير، يديروا لك غير تاع الغنى الشطيح والرديح، غير يجي الخيمات تلقاهم الناس كاع ما يحوش. انا كنت كاين عباك لي قراو بزاف. وزيد بك دقيقه استاذ، كاين هادوك تاع اللي باتوا فيهم كيما هذا اللي صرا له اصيل تاع الاقامات تاع البنات استاذ حاشا، ولا اقامات تاع الدعار. احنا باب الزوار، كاين باب الزوار وبن عكنون، انا راني وليد العاصمه كنت عايش في الجزائر. استاذ تاع الدعار يجوا لي جان مع العشيه مع هذه بالطوموبيلات يرفدوهم، والامن يشوف هذوك تاع السيكوريتي يشوفوا ويخلوهم يدخلوا في النهار. يعسك يقول لك ما عندكش كارطه تاع ايتيديون ما تدخلش. ومن بعد في الليل تلقاهم يجوا هذوك صحاب البقاري اللي عندهم مدره. انا كنت نشوفهم استاذ بن عكنون، هاي معروفه تاع الدروه تاع فاقد الدروه معروفه هذيك، غير حق المغرب الليل تلقى صحاب هذوك الكراسي يجوا تماك والدخله والخرجه. هذه استاذ باش تشوف هذا هو. حنا دوكا طلبه دوكا اللي يقرا، هذاك اللي يخبش لقى يقرا من سيريو هكذايا، بعد الى لقى خدمه اللهم، لا ما لقاش راه يولي يخدم كيباب ولا يخدم، واللي تلقاه راح كيف انا استاذ قريت جبت لا ليسونس. واش راجع هذا؟ اه واش راجع هذا؟ راجع للتسيب نتاع الناس اللي راهم دركم في يخدموا في الاجهزه هذو نتاع الدوله، او الضعف نتاع الشخصيه نتاع الطلبه، او الفقر، او كذا. هذه دوك اللي جاي يقرا هذا ومن بعد يولي هو يطونتي في حوايج واحد اخرى. هذا ما جاش يقرا، جا استاذ دقيقه بركه. هي هذه تاع هي عندها شويه، هي ماشي جديده، هذه ظاهره بزاف وخطوا لها، ومام زادوا خطوا لها في الجهاز التربوي. حنايا كانوا يلهونا بزاف. زكريا اصبر شويه، هذوك نطلعك، اصبر شويه هذوك يكمل. حنا باب الزوار ومام في الليسي في الثانويه كانوا يلهونا كيما نقولوا حنا بالجهاز التربوي. واش معناتها؟ كان البروغرام استاذ هلكوه. حنا انا الحق في الجينيراسيون تاع رجعونا البروغرام بالعربيه، رجعوا الفرنسي تكتب بالفرنسي، والاعداد ديالهم والمعادله تكتبهم بالعربيه. خلطونا بروغ دنا لي غراف، ما على بالهمش كاع. جا لينا بن بوزيد شفنا كل يوم، جا لينا الكلاس وقالنا حنا، وبدا يظن على ولادو، عندي بنتي في اوكسفورد كل يوم شفنا حنا دنا لا غراف. وبهذاك النهار زادوا هبطوا النيفو تاع المستوى. حنا باب الزوار درنا خطره غراف 3 شهور اي با طاحت فينا، جوزنا لي زيكزام ابلون، لي قرا لي دخل راه ما على بالهمش. وشنو يخليك بعد في الربيع يجيب لك لي قال شطيح ورديح وهادي، ما مخلطه استاذ. ما نقدروش نحصلوا في جهاز فيها بزاف. ما الحكومه عندها بزاف المسؤوليه استاذ، ما الوزاره. اخ محمد راهم كاين العفو، ما كاش مشكل، وشكرا والله يرحمه على اصل. الله يبارك فيك، شكرا للاخ محمد. شوفوا ترى هذا الاخ زكريا، يا الله يا كريم. شوفوا ترى هذا اخونا زكريا، بلكش من ربما يفيدنا.
إذن الإخوة والأخوات اللي ربما هذا التحقت بنا، نحن على المباشر اليوم 14 فيفري 2019، الآن راه عندي الساعة 10:09 بالتوقيت نتاع الجزائر. أخ زكريا مرحبا بك. يبدو هو أن الأخ زكريا راه عندك ضعف في الخط. يا حسرة، أو أنت لازمك دير شوية معرفة مع هدى فرعوني يا شيخ. قول لازملك شوية معرفة باش كش ما يزيدوك شوية في الخط. يا صراحة راك بري تقدر تطلع الأخ اسمه أخ زكريا. معذرة، نشوف ترى الأخ فارس، أخ فارس اللي ترمز الاسم نتاعك بجهني. أخ فارس نزيدو نشوفو ترى هذا الأخ اسمه آدم، نزيدو نعطيولو فرصة. الله غالب، يبدو هو أنه الخط تاعك ضعيف للأسف الشديد. كان بودي هنا على جال باش تشارك معنا. علاش ربي يكون معك ان شاء الله. ما فهمتش الكلام تاعك الاخ. المهم ما موقن الأخ هذا، يبدو هو أنه الخط نتاعو ضعيف. باين باللي واحد يكون الخط نتاعو ضعيف. شوفوا ترى هذا الأخ سعدون، هذا الانترنت يا شيخ عندنا في الجزائر ما كانش، ما عندهمش الانترنت، ابسط حاجه ابسط شيء الانترنت ما كانش، الناس بقى تطلع ما قدرتش تطلع. هاك تشوف أخويا، اخوي احنا قيس قيس هاك قيس تشوف تلصق الانترنت، ها قيس برك، شوف الدول المتقدمه هاربين علينا ب 100 سنه الرؤيه، ما يعني كارثه يهدركمش كبيره. تما في لا سويس. قلت لي راك في جنيف، ما يهدركمش تما اللحية ولا؟ جامي دلوري جامي يقدرونا، القدر كبير. والله والله ولو واحد ما يدنا ليك، واحد ما يدنا ليك، هذه اسمع، عندنا دوك ليك في راهم كاين، الجزائر. اسمع دوك راهم جماعة نتاع اللي هي كاين جماعة من البلاد، دوك راهم يشوفوك يقول لك شوف شوف اخويا كيفاه مسحب اللحي، كيفاه جو سحب اللحي. سحب الحي، كي وصلت النقطة تاع سحب الحي، سحب الحي كي ذاك النهار هضرت لهم وزير التربية، هضرت لهم على الصالات، هما يظلوا يهضروا في بعضهم، هذاك فلان وهذاك مدير اللحية وهذاك مبتدع وهذاك صوفي وهذاك طرقي، يهضر هي هضرت على الصالات، اي حط مطرق ركن الاسلام، على ما تكلمش، على ما تردش عليها. والسيد قبيل كي سمعته قال لك على بن عكنون وقال لك الظاهرة هذه، قلت اسمع لك هما، قلت لك هما. قبي، اسمع باش نرفه شويه برك الاخوه، بالك لربما كاين الناس اللي ساعه ساعه نمروا الرساله هكذا بالمزحه هكذا. قبيل انا كتبت واسمه تعليق، هكا جبت لي تاع العهده الخمسه، كتبت قبيل تعليق قلت لهم انا اركان الاسلام خمسه، فهمت؟ اركان الاسلام خمسه، فهمت؟ وأركان الاستسلام العهدة الخمسة. يعني كي كان السيد يقول لك على الـ على الـ على الجامعة، الجامعات ولات تقول هما هذوك الدعارة هما اسمع، اللي حوسين هما عليها هذوك عندنا. وش راهم يعلموا فيهم، ما مش يعلموا فيهم في أركان الإسلام الخمسة، يعملوا فيهم فيها في وإنما الحوايج. راهم يعلموا فيهم في أركان الاستسلام تاع العهدة الخامسة. الاستسلام تاع الدرجة الخامسة، ولكن انا نشوف انتفاضة كبيرة من الشعب الجزائري، والله اني متفائل خير ان شاء الله هذه الخضرة، صح بطريقة سلمية. وسيد اللي كان يحكيك على على كيف يسميوه، يحكيك على الجامعات هذه باينة باينة، هما يحوسوا عليها. قلت خي فهمتهم قبيل، الجزائر سوف تصبح دولة مدنية قابلة لأي شيء قبيح، لأن الإمام عاد ما يقدرش يهضر في المسجد،
الامام عاد كيتريع معاه في الجمعه كاع غير يخرط برك لا تيخرط برك ما نعرفوش وين رايح برك. لا نصيحه، لا شباب داروا على قناه النهار خرجوا سقساهم قال لهم ما هي اركان الايمان اركان الاسلام ما يعرفوهاش. واحد قال له القران الحزب القران شحال فيه، واحد يقول له 130، واحد يقول له 12 حزب، واحد يقول له 16 حزب، يعني كارثه كارثه. حنا بكري كان الاستاذ تما كنتو تقراو كنتو تديو الصلايه في الاخر تعلموا الصلاه تعلموا الوضوء تعلموا الحوايج والله كاين والله نكذب دوك عاد الزطله عاد الكاشيات عاد ايه دوك شوف الاجاعات اللي عاد تخرج على المرحوم محاوله اغتصاب اتقي والله خاف ربي السيد مات ربي يرحمه مابقاش كلام الفاسد تاع اغتصاب وكتلوه ما كانش دوله دوله ما يستراقب الدوله ما كانش راهي غايبه كذا محاوله اغتصاب وخلاص السيد مات قضيه طوات خليوها تروح في التحقيق فهمتني ولا ما فهمتنيش. واحد يقول لك اغتصاب واحد يقول لك مع الاباديش واحد سبحان الله يعني منظومه فاسده منظومه خاسره. اخ سعدون ثم ما تعرفش انت طلبه ثم في جنيف ولا في سويسرا مازال ما عنديش اتصال بهم يعني ما كانش. لا كاش ما خصك كاش ما نشوف لك. لا لا تسمى دوك انت كي تقول لي دوك واسمو دوك مثلا في الجزائر راه كاينين الناس اللي يقول لك شغل كانهم محاصرين فهمت. لا ولكن دوك الناس هذو اللي راهم في الخارج وراهم يتمتعوا هما بالحريه مثلا الناس اللي راهم في سويسرا ولا راهم في بريطانيا يا استاذ ولا راهم في الدول هذه ولاو راهم كاين النشاطات وراهم الطلبه هذو. استاذ ما تقدرش تقارن بين الجزائر ودولة أوروبية مستحيل تقدر تقارن في أي مجال في مشي مقارنة مشي مقارنة راني نهضر لك أنا على يعني هذا الطلبة اللي راهم دركم موجودين في الخارج قادرين درك هذا الطلبة هما أنه مثلا يجمعوا رواحهم أو يديروا هما قال مثلا درك قال مثلا ما مش قادرين هما مثلا يديروا جمعية قادرين يديروا باش تاع فيسبوك قادرين يديروا جمعية بصح الجزائريين في الخارج راهم نتساو ويلتقوا قال مثلا حول مبادرة حول أرضية حتى باش هما قال مثلا قال هاو الموقف نتاعنا الموقف نتاعنا قضية معينة. شوف كاينين جماعة ما عندهمش الوقت باهي خلاص نتزعوا منهم الهوية الجزائرية ما عادوا ما يخليهمش يخموا في الجزائر بلاتين غير برواحهم برك برواحهم وبالعلم. كاين الناس نعرفهم وصلتهم طبة رام الاخر رام ما شاء الله عايشين لابلفي إيه تسمى غير عندنا احنا والو طبيب ديك خطرة نعتو في الفيديو قطع في حوايجه ثم في الجزائر الله على بالي شي قطع في حوايجه كارثة عظمى. إيه تروح لمصلحة التوليد حكى لي على مصلحة التوليد في الجزائر كارثة. انا نسكن في مدينة جميلة في سطيف المدينة اثرية كويكول. شوف نهار يديروا مهرجان جميلة هذا كارثة هذا يجيبوا فايتة 60 مليار ولا 70 مليار يخسروها البلاد فيها 40000 نسمة البلاد هذيك الله ما عليش شحال فيها البلدية تاعنا ديسبونسير برا سخانة ما كانش سيارة إسعاف ما كانش. سقسيت قلت لهم راديو ما كانش. سقسيت قلت لهم مالا نهار المهرجان يجي الوزير ويجي الوالي ويجي الاخر يجي البقعة كيما هذه يجي على جال الغناء على جال الشطيح والربيح وبرا هنايا الناس تموت برا تاع سخانة قسما عظما ما كاينه والله ما كاينه برا تاع سخانة. يعني كارثة في القطاعات كل في القطاع الصحي في القطاع التربوي في القطاع سيرتو في العدالة والعدالة راهي ما كانش. حنا كيما قال لك السيد هذا اللي مات فوق قتلوه ذبحوه كون كاين عدالة هذا السيد اللي قتل كون حنا اللي قتل اللي ذبحوه والله يديروا له قصاص والله هل ترى تكيكش واحد يهز موسى يجي يقتله كون عندنا القصاص والله ما يقتل غير الناس كل تولي تمشي قد الناس خرجت الناس الصلاة ما تعرفش تصليها ويجي يقول لك انا نحكم بلاد بلادي ماشي حاجه سهله المسؤوليه واش قال لك الامانه شكون الامانه على ربي سبحانه وعلى الجبال ما قدرت لهاش حكمها الانسان لا ظلوما جهولا. سيد ميت يحوس يعطيه يحكم 50 مليون نسمة دوك يقيله يحكمها كذا يحكمها السيد زي ما مدير هذه كارثة في الجامعات كارثة في القطاع الصحي كارثة في الحوايج كل كارثة في المتقاعدين تاع الجيش اللي شناهم ما هضرناش عليهم 96 92 يحاربوا في الارهاب ودوك 27100 واش غادير له 27100 يرحم والديك 2700 تا واش دير لك انا والله ما نسوف عارفين نهار هنا والله حاولت باش ندير معاهم حوار هذوك فيما يتعلق باش نشوفوا الموقف نتاعهم للانتخابات الرئاسيه يبدو انه راهم منقسمين يعني مسكين 27100 جماعه راهم مشاو مع غديري واضح من انه راهم يشطلوا
كاين الناس اللي راهم يمشيو مع جهات أخرى المهم شكرا للأخ، كش ما كاين إخوة آخرين هكذا يشاركوا معنا اللي ما شاركوش. شوفوا ترى هذا رابح، بالك لعل المرة لعود المرة هذه تطلع أخ رابح. شوفوا ترى الأخ رابح هذا، يا الله يا كريم، يبدو هو أنه الموضوع ما لا يبدو الأخ رابح قال عنده ضعف في الخط. الو، أهلا. الو، راني نسمع فيك، تفضل. الو الو، راني نسمع فيك، راني نسمع فيك، تفضل الأخ رابح، راني نسمع فيك. الو يبدو هو أنه عندك خلل في الخط نتاعك والله في الهاتف نتاعك. شوفوا ترى الأخ دوك نجي لك الأخ، شوفوا ترى الأخ ياسين هذا ومن بعد نجي لك زكريا. أخ ياسين بالليل، أخ ياسين راهو عندك واسمه بلوكاج، شوف بالك لا ربما ماكش غلها الجل باش تقدر تدخل. شوف ترى السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا الاخ زكريا. الموضوع فيما يخص الطلبة، منين نبداوها؟ نبداوها من الطلبة، من طلبة العلم ولا من طلبة الجهل والعياذ بالله؟ يا خويا كيما حبيت، حنا نهضروا على الطلبة، اسمع حنا نهضروا على الطلبة والتفسير تفسر على راك. هذاك راه الأخ تاعي، بقول لحي هذاك اللي كان يهضر معك راه الأخ تاعي. ما كاش منها. ايه واش نقول لك استاذ، حنا بداونا نهضروا على ازمه الطلبه وازمه يسمى العلم. يسمع يسمع يسمع، هو عنده لحيه شويه كبيره وانت عندك لحيه صغيره شويه برك. لحيه صغيره برك. هو مش جامعي وانا جامعي. اي ما شاء الله. هاي في ديار الاخ زكريا في الموضوع هذا تاع الطلبه هذا، واش تقولنا؟ واش نقول لك، في الجزائر حنا عندنا ازمه رجال درجه الاولى، ومن بعدها ازمه اخلاق. أزمة الرجال، ما عندناش رجال في الجزائر. وأما أزمة الأخلاق، الجامعة الجزائرية أصبحت أوكار، فيها تمارس الدعارة وفيها الخمور وفيها المخدرات، فيها كل شيء. زكريا أنت راك في جنيف ولا في البلاد؟ أنا راني في البلاد أخويا، راني في سطيف. أوكي. أوكي. وأنت مالا ملي أنت في سطيف، مالا نعطيوك الأسبقية ليك. الكلام هذاك نتاع خونا في جنيف يحكموا عنده. يا خويا رانا هنايا، حنا رانا ولات بلاد. اسمع، المشكل تاع الجميع الجزائري، خاطر هذاك كيما كلمه يقول لك ايوا انتم جايين ليه في الخارج وتهضروا، ايوا انتم جايين في سويسرا وجايين في سطي، جايين في باري وجايين في لا الاخ استاذ، حنا عندنا مشكل في المشكل رجال في الجزائر. هنا احنا عندنا الجامعة الجزائرية مضروبة في الأخلاق، أول حاجة ضربونا في الأخلاق. تروح للطالب الجامعي تلقاه ما على باله بوالو، تلقاه خاصة في الإقامات ما على باله بحتى حاجة، همو همو بطنو كيما نقولوا، همو يدوب لي في الريستو وياكل، ما على بالوش يطلع السيماستر ولا ما يطلعش، هذيك حال الله يسهل عليه. أنا واحد من الناس ما فشلت الجامعة، ما نجحتش، ما وفقنيش ربي، ما نجحتش لخاطرش الله غالب، ما كانش عندي قابلية باش نقرأ. إنه فيها، شوف فيها الغش، فيها طلبه يطلعوا بالغش، تلقاه ما تلقاه ما يطلعش موديل، وفي فان داني تلقاه مطلع العام، وبعد في العوام تلقاه يقول لك تخرج جاب لا ليسونس، هذه الله اعلم منين جات،
انا واحد من الناس ما قدرتش نقرا على خاطرش مانيش تاع الحوايج هذو، ما قدرتش باريزون نطلع بالغش، ما قدرتش يا اما نقرا يا اما نقراش. اخ زكريا نتاك في ثم في سطيف جميله. نعم ايه مسقسيك برك ماشي وسمو، كان معايا واحد الاخ في وقت بصح مازالني شافيع الاسم نتاعو لدرك، يقولوا له بكوش، يقولوا له بكوش النواري، بكوش النواري مراقب عام في بلديه جميله هنا دوكا، راه مودي دوكا خرج على ثلاث او جارنا برك شيخ نواري. الى لقيتو قول له راه يسلم عليك واحد راه دار معك سيرفيس ميليتير، قول له يسلم عليك. واش من بلاصه درت مع سيرفيس ميليتير؟ في البحريه، في المرسى. في المرسى في واري البحريه. بارك الله فيك، ماشي مشكل. قول له قول له راه مازال يشفع الاسم نتاعك هذه في ال 85 86 هكذاك. بالله قالوا باذن الله السلام ربي ان شاء الله. او مازال الاسم نتاعو مازالني شافي عليه. ما كنتش كان في التعليق هو. نوديو الموضوع تاع الطلبه. طالب يقتل في الجامعه، طالب يقتل في الاقامه الجامعيه، هذا دليل على واش؟ دليل على غياب الرقابه، على غياب الحمايه. تروح انت دوك، حنا كنا في الجامعه، انا بشهادتي كان معايا واحد في شومبرا يرقدوا بها 12 10 زوافر زوج يقراو، 10 زوافر زوج يقراو. لي زاجون حاشاك يشربوا في الخمر، طلبه يشربوا في الخمر، المخدرات الدور ذم. وش معناتها؟ شطيح الرديح صار يطير في الاقامه الجامعيه دي مين ومنا منا. زيد نوليو نروحوا للجامعه، جامعه نبعدوا على الاقامه نروحوا للجامعه، جامعه تشوف بروف يمد النقاط بالمعرفه، ولد فلان ولد فلان ولد فلان، تشوف العجب في الجزائر. احنا بنفوسنا ماناش صالحين، نحوسوا النظام هذا يكون صالح، طبيعة الحال ما يكونش صالح. احنا فرنسا نهار جات خارجه خلات ولادها هنا، واحد ورا واحد ديقول نهار عاد خارج قال خلينا لكم الحكم مازال ولا في هكذا. ودوك واش ولاو يخوفوا بينا بالعهده يخوفوا فينا بالارهاب، الرصاص، العشريه السوداء. لا عشريه سوداء لا والو، كون يلتف بعض النخبه يلتف ويديروا لي. اخ زكريا شوف النقطه هذه برك، دوك نعطيك الكلمه، هذه النقطه المهمه انا وضحتها تكلمت فيها ما حتى درت عليها بحث. هذه النقطه هذه بالذات نتاع المأساة هذه، هما على بالك باللي عندهم ناس دي بسيكولوج ما داروهاش غير هكذاك برك من روسهم. اكيد عارفين. شوف نعطيك مثال برك، انت مرات تكون تمشي في الطريق تشوف واحد انت ما تعرفوش تشوفه، ومن بعد انت تضحك وحدك تضحك، ومن بعد انت تقول ايه السيد هذا سبحان الله هذا راني شايفه، ومن بعد تبقى تحوس انت في الميموار تاعك، تحوس وربما راك ما على بالكش، ولكن هذاك السيد لما شفته انت ضحكت. لماذا؟ لانه راه عندك صوره مخزنه في الذاكره نتاعك ذكرتك بشخص، ربما قد يكون قال مثلا واحد صاحبك ودار لك حاجه، وبعد انت هو احيا لك هذيك، تبقى تم وسمو. وكاين مرات العكس، مرات انت تشوف واحد ثم تتقلق. لماذا؟ لانه راه عندك حاجه في الذاكره، جرح من بعد هذاك الشخص ربما يشبه له، ربما كذا يعاود هو يحيي لك هذاك وسمو. درك هما هذه المساله هذه نتاع المأساة راها داخله في الذاكره الجماعيه، ذاكره جماعيه. بارك الله فيك. مش تاع شخص، تولي لنا كوشمار. بمجرد هو انه انت يذكرك بمثل هذه الاشياء، مش يذكرك بها من اجل مثل ما احنا كنا نديروها، كل مره على مره نناقشوا مواضيع، نطرقوا الامور، نديروا صور، نديروا فيديوهات، لكن الهدف هو من اجل معالجه هذاك الامر. هما لما يذكرك بهذه الاشياء ماشي من اجل معالجتها، من اجل تخويفك حتى باش انت تقبل بهذاك الامر الواقع ويفرضوا عليك السياسه اللي راهم حابينها. اكيد احنا نشوف اليوم من خلال التصريحات تاع سيدهم سعيد، هذاك سيدهم سعيد وسلال
يجي سي سعيد هذاك يهضر يقول لازم لازم نفوتوا على بوتفليقه واللي ما يفوتش نعاقبوا. شمعنا هذا ستيب كاين زوج اصبرني برك كاين الاخ شايب شايب دريدي والاخ عبد النور اصبروا برك درك يكمل الاخ المداخله نتاعو وندخلكم ان شاء الله. تفضل الاخ زكريا. قلت لك حنا كي تشوف تصريحات تاع وزير كوزير سابق ووزير اول تشوف تصريحات حول العهده الخامسه واش راهم يدبروا للجزائر والله كارثه. رجعونا مسخره قدام العالم اكل موش قالنا رجعونا مسخره في بلادنا برك محليا برك رجعونا مسخره للعالم. سبحان الله رئيس مشلول. انا نشفى بوتفليقه بالك من الفين وبالك من العهده الثانيه ما من العهده الثالثه نقولوا نزيدوا له من الثالثه الاخره الرابعه ما بانش بوتفليقه. وين بوتفليقه؟ ما كان لا بوتفليقه لا زوج لا ثلاثه. كاين العصابه رايحه تمثل تسرق وتنهب وتدي في اموال الشعب والناس الزواليه مساكن هم يروحوا غير هما في الغلط. احنا الضعفاء اللي رانا نروحوا لا خدمه لا والو شوماج الناس تهرب تحرق دير. شوف انت شوف قوارب الموت واش راهي تدي. شوف انت الازمه المره الاخيره هذه واش صرا قديه واحد مات في البحر. اي كارثه. المشكل ما بقاش المشكل راهو رانا في مشكل كبير هو مشكل عندنا ازمه رجال ما كانش. هذا هو المشكل اللي رانا فيه. يجي يقول يجي يرشح لك رئيس مشلول يرشح لك كرسي متحرك يرشحوا للعهده الخامسه يرشح لك كادر. سبحان الله كادر كون على الاقل اضعف الايمان كما ذاك اللي قال لهم ساعه سعيد اللي بلاك قال لهم انا نرشح هواري بومد الكادر تاع هواري ممكن على الاقل عنده خزره مليحه. احنا المشكل الاسيدي نفرضوا حابين يمروا العهده الخامسه ويقعدوا في الحكم تاعهم يا خويا خرجونا الرئيس يعطينا كلمه يقول لنا السلام عليكم كيف حال شعبي وصالح عندنا نعطيه العهده الخامسه والسادسه والسابعه. مشكل لا عهده خامسه لا والو ما كان لا رئيس لو كاينه عصابه راهي تحكم فينا. كاينه عصابه تحكم فينا كاينه السعيد بوتفليقه وحداد والجماعه اللي راهي الجماعه اللي راهي تحلب من البقره. الجزائر راهي بقره حلوب الله يبارك. شوف الثروات اللي عندنا في الصحراء شوف واش عندنا سبحان الله فاند كونت الاجر القاعدي تاع الاخ واسمو اخ زكريا باش نختصروا الحديث في الموضوع هذا نتاع الطلبه. اذا الطلبه الغياب تاعهم واش راجع طلبة الغياب تاعهم طلبة ضربوا أخلاقيا طلبة ضربوا أخلاقيا. نعطي لك أنا كنا إحنا نشوفوا طلبة مني وروح مانيش نقول لك أنا وكاين واحد هنا في التعليق راه يقول أنت وحدة والله تقول أنت فاشل ما نجحتش معليش أنا نقول لك إحنا طلبة ضربنا أخلاقيا. تروح الجامعة الجزائرية والله الذي لا إله إلا كنت احترم صاحبك ما تقدرش توقف معه مني وروح مانيش نزكي في نفسي مني أنا كشخص وروح ضربنا اخلاقيا. ايوا الانسان ولينا نلتاو بحوايج تفاهات لو طون اللي الطالب يقرا يخمم باش يروح للقدام هذه ما كانش. كاين كما قال لك الناس اللي تقرا هاي جابده تقرا ليه وزيد زياده على هذاك المنظمات الطلابيه. الله اكبر المنظمات الطلابيه ديك منظمات تسعى لنفسها برك كان والو كان عندهم اهداف تاعهم باينه مسطره يخدموا صالح النظام مدايرينهم للتشويش ومدايرينهم للنهب والسرقه. تخيل الميزانيه تاع الاطعام الجامعي هما عندهم منها نصيب هذو هذو الاتحاد الطلبه والله ما على باليش. انا كنت نكرههم كي كنت في الجامعه كنت كطالب كنت نكرههم ما نشتيهمش انا ضدهم. سبحان الله هما داروهم يستغلوا بهم. تقول لك الطالب دوك تروح للجامعه الجزائريه واش تشوفوا؟ تشوف طالب مدير خيراتين المنقوشه كيفاه استاذ جامعي سبحان الله يدخل لي انا طالب بالهيئه هذيك ما نهدرش منقوشه السروال مقطع هذا ايعقل يكون طالب بالصفه هذه؟ لا انتم في وقتكم قريتوا هكذا كان السروال شوف انت كانوا يلبسوا بكري تاع واحد السروال عريض من تحت السروال تاع النواظر كان يقول لي الوالد تاعي انا يعطيني بلاك يقول لي السروال تاع النواظر بلي اسمع بالدرجه كانوا يقولوا له السروال تاع الباديليفو بالك راهو يعرفوا بالك الباديليفو باديليفو يقولوا له باديليفو كيف قلت لك بكري كان السروال مطبب من الفقر دوك عاد السروال مقطع وطالب ما يقرا ما والو ولا يجيب والو. تجي تقول لي انت احنا يغيروا ويديروا تغيير صعيب علينا احنا كطلبه. الطلبه هذو ضربوهم اخلاقيا وخلاوهم دوك تروح للجامعه تشوف طالب ما على بالو بوالو
وزادوا استغلوهم بالمنظمه الطلابيه وهم يمروا في العهده الخامسه والجرائم اللي راهي توقع في الجامعات راهي حدث ولا حرج. والله المستعان. شكرا للاخ زكريا. نشوفك ان شاء الله مره واحده اخرى في موضوع واحد. ربي ان شاء الله ما نشوفك. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. نشوفوا ترى خرج الاخ هذاك واسمه اللي دخلت قبل الاخ هذاك اللي طلبت على جل باش نطلعك خرجت صاحبي. زيد عاود اطلب. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. مسموع يا استاذ؟ والله مازال انا اسمع فيك جيدا. هيا جيد استاذ. انا حاب نقطه اثنين ثلاث نقاط على السريع فقط. طه تفضل. اشاره للاخوانيه. انا لاحظت باللي كاين ناس بزاف تميل الى سياسه جلد الذات وهذه هي اللي جرنا لها النظام. ماكش ملاحظ باللي الشعب راه يسب في بعضاه؟ يعني راه لسان الحال واش راهم يقولوا باللي الطلبه يستاهلوا لانه كاين انهيار اخلاقي، الشعب ما يستاهلش، الشعب جبان، الشعب هو اللي راضي الذل، فبالتالي جرونا الى عمليه جلد الذات عوضا نلقاو الحلول لروحنا في هذا الوقت الحرج هذا. هنا راه بقالنا شهر على الانتخابات يا جماعه، الاصل انه نحاولوا انه نلقاو حلول، ما نبقاوش نضروا في هذه الدوامه جلد الذات. لاحظت ان منشورات فيسبوكيه يا استاذ بعض حتى القبائل، يعني مش كامل القبائل، يسبوا في بعض الجزائريين، يقول لك على ما وقفتوش معنا في 2001 كون وقفتوا معنا ما بقيتوش كما في هذا الوقت. فشوف جرونا لواحد العمليه تاع اضاعه الوقت تاع اول نحاولوا نلقاو الحلول قاعدين نسبوا في بعضنا، والوقت راه يضيع يا اخوانا، الوقت راه يضيع. هذه الحاجه الاولى. هذه الحاجه الثانيه يا استاذ وتكلمت عليها من قبل في التدخل هي قضيه الثقه. الشعب بعد العشريه هذه السوداء اللي طاح فيها وبعد ما كان كاين تعتيم اعلامي، بعد ما جت عمليه بث الوعي ومن كثير من النخبه، كاينه شويه اكزاجيراسيون في قضيه كيف نسميها انا سياسه المؤامره. كاينه مبالغه في ايصال سياسه المؤامره للشعب. الشعب لحقته ميساج باللي لا ثقه خلاص في السياسه، لا ثقه، يعني خلاص اسقطت الثقه من ايديه في الاحزاب السياسيه، يعني بجمله وتفصيلا ما كانش يعني ها وراه انسان معين حنا رانا واثقين فيه. راك معايا استاذ ولا ماكش معايا؟ لا مانيش معايا. عارف مانيش عارف اسكل الرساله وصلت والله لا، لانه يعني مثلا اذا حبينا نهزوا حنا الطلبه الجامعيين بغض النظر على التنظيمات الطلابيه اللي اخترقت من طرف الساسه من الفوق، حتى الطلبه الجامعيين كون لقاو قال مثلا ها وراه الساسه من الفوق سواء من الاحزاب والله شخصيه سياسيه اخ عبد النور، على ما يدعموهمش اخ عبد النور؟ نعم. انت درك معك هو انك انت تقول لي باللي كفى من جلد الذات وكفى من تضييع الوقت في الصراعات وكفى من الدخول في صدامات. نعم. ويالله بنا هو أننا نجد الحلول. أيوة هذا هو يا أستاذ. كلام سليم، ولكن على أرض الواقع كيفاش راح تجسده؟ أنت ذركا لازمك تعرف باللي طلبة لو كان ما تديرش أنت تشخيص للوضع ما تقدرش انت ذوك اكزامبل. قال ذوك مثلا الناس راهم رايحين يديروا مثلا مسيره مثلا. نعم. كاين ناس ذوك انت لو كان تقول له باللي بالك راهم كاينين جماعه راهم قادرين يكونوا مندسين وراهم ربما راهم يهدفوا من خلال الخروج نتاعهم ماشي من اجل عجل باش يقال مثلا يمروا رساله ولا من اجل عجل باش يحقوا مطالب ولا من اجل باش كذا، وانما راهم حابين يفرضوا امر واقع. يقول لك انتك تثبط، انتك ماكش تحوس على التغيير، انت هكذا. شوف مانيش نخوفه لكن هذا واقع. دونك انت مثلا نعطيك كمثال ولو انه الحديث نتاعنا راهو حول الطلبه ولكن راهو داخل دائما في الاطار تاع التغيير ونتاع الانتخابات الرئاسيه. ناخذ كمثال مثلا سوريا. سوريا هل ترى هما النهار اللي بداوا الحراك نتاعهم بداوا بالسلاح؟ لا، كان سلمي. ما بداوش بسلاح، بداوا بطريقه سلميه وكنشوف الوضع كيف راه. نعم. ليبيا بداوا بسلاح؟ ما بداوش بسلاح.
بداوه بطريقه سلميه. مصر بداوه بالسلاح؟ لا لا، بداوه بطريقه سلميه وانهي بطريقه سلميه حتى يعني. نعم، الشيء اللي راه درك هو يقع صحيح. نعم. خطر لو كان ما يكونش هناك وعي ما تقدرش انت دير التغيير. علاش دوك انا دوك نتحدثوا على الطلبه؟ كنت لما يكون هناك وعي حقيقي، فهمت؟ فيما بعد انت لو كان يكونوا مثلا مجموعه من الطلبه يقدروا هما يديروا حراك وفيما بعد يجتمعوا واسمه من وراهم الطلبه، ولكن لازم تكون داير هذه المعطيات، لازمك تكون ماخذها بعين الاعتبار. ما تقدرش انت دوك انت راك راح دير حراك طلابي وما وتمشي وما علبكش باللي قضيه راها فيها قضيه نتاع اختراق وتاع فيها نتاع شراء ذمم ونتاع كذا. لو كان ما تكونش انت هذه الاشياء اللي راك انت احنا الان نحكيو عليها، حتى اذا كان راه تبان لك باللي راها سلبيه وراها قال مثلا تدخل في اطار تاع المعيقات، ولكن تاكد نعم. بانها نافعه، راها تبصر فيك، راها تبين لك في بعض الامور، حتى باش الانسان حتى فرضا هو انه راهو قال مثلا راه يدير حراك لازم ياخذ هذه الامور بعين الحسبان. نعم، تفضل الاخ عبد الله. نعم، انا ممكن ما احسنتش يعني اذا طريقه ايصال الرساله نتاعي. انا اللي حبيت نلحق هي استاذ نور الدين، انه لاحظت بشده كاين ما يسمى بفقدان الثقه يعني المطلق للشعب بصفه عامه ضد الساسه، يعني يعني حتى ولو بصيص امل، ما حتى ثقه في حتى سياسي. يعني انت مثلا، انا طالب جامعي، طيب انا طالب جامعي حاب ندير انا حراك شعبوي او نأطر الشعب، طيب انا ندعم من؟ انا ادعم من؟ هل هناك قال مثلا هناك يعني بديل يلوح في الافق اللي نقدر انا ندعمه ونأطر الشعب معايا؟ واش نقدر ندير؟ طيب نقاطع والمقاطعه ما دارت حتى حل. احنا حابين نشاركوا، احنا كنا حابين انه النخبه هذه تاعنا احنا تاع الجزائر، كاينين اشخاص والله ذاك مثلا كما حمروش كما بن بيتور بعض الشخصيات السياسيه، ولو حتى يعني يدفعوهم دفع الى الترشح وندعموهم احنا انتخابيا وحتى تأطيرا يعني من طرف الطلاب، لكن ما كانش بديل، مازال ما لقينا حتى بديل. ممكن هذا البديل، انا نظن انه البديل هذا لازم تشارك فيه النخبه السياسيه، يعني سواء مفكرين سواء كثير من اسمه شخصيات لازم تدخل في هذا الاطار. شوف نعطيك بعض الاشياء. شوف الاخ عبد الله، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم انه ماشي قضيه نتاع انتخابات ولا قضيه نتاع سلطه ولا، لكن يعني المثل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوه نتاعنا، الناس باش تبعوه. يا هل ترى تبعوه لانه عنده الجاه؟ يا هل ترى تبعوه لانه راهو يدرس في ارقى الجامعات؟ يا هل ترى تبعوه لانه هو راهو من عائله ثريه؟ يا هل ترى تبعوه لانه هو راهو ابن منطقه كذا؟ شافوه من انه انسان صادق، يعرفوا عليه الصدق نتاع الحديث، يعرفوا عليه الامانه، فهمت؟ من بعد هما تبعوه. تذوك جبت لي ذوك مثلا القضيه هذه نتاع عدم الثقه، منين جات هذه نتاع عدم الثقه؟ ما جاتش وحدها. تذوك نعطيك كامثله، ودائما رانا نحكيو في هذا الاطار هذا نتاع الطلبه والانتخابات الرئاسيه، ولكن مره على مره الانسان يجبد يجبد امثله من الواقع حتى باش الناس تفهم باللي ما راناش نتكلموا غير هكذاك برك. تذوك مثلا في منطقه معينه قال مجموعه من الطلبه، بحكم اننا نحكيو على الطلبه، والطلبه قادرين يكونوا في المتوسطه، قادرين يكونوا في الثانويه، قادرين يكونوا في الجامعه، قادرين يكونوا في الداخل، جميل. وقادرين يكونوا في الخارج. جميل. مجموعه من يعني. الطلبه قال مثلا في مثلا منطقه، لنفترض انه تكون قال مثلا قريه، قال هذو المجموعه نتاع الطلبه تحركوا من اجل قال المطالبة مثلا بفتح قال مثلا ما على باليش انا متوسطة ثم او ما على باليش انا. جاهم المير هذاك وعدهم ومن بعد الوعود تاعهم في الحيط. نعم. من بعد زاد جا واحد من وراهم وعدهم والوعود نتاعو في الحيط. كبروا الناس هذوك وراحوا قراوا وتمحنوا في ما على باليش انا في بلدية واحدة اخرى وفي قرى واحدة اخرى، والمهم وراحوا. نعم. يزيد يجيهم واحد
اسكو راح يثقوا فيه، ما راهمش راح يثقوا فيه. تسمى كي حكيت لي نتاع القضيه نتاع الثقه، درك هذا الوضع حنا اللي حنا رانا لحقنا ليه، واحد انت يقسم لك بالمصحف يقول لك بلي نحترم الدستور ومن بعد يبول عليه، صحيح. واحد انت يعدك على جل باش هو يوصل للبرلمان، من بعد هو باش يحقق هذيك المطالب نتاع الناس اللي راهم مشاو معاه، من بعد يخون الامانه نتاعهم في الولايه على مستوى البلديه. بالتالي درك عدم الثقه هذه ما جاتش غير هكذاك برك، راهو درك كاين تضمير. الاسره انضربت عن طريق هذا الاعلام اللي راهو هو يساهم في تضمير الاسره، فهمت؟ عوض هو انه قال مثلا تجيب انت برامج اللي هي تدير اللحمه في الاسره، برامج اللي هي تدير اللحمه، تدير مواضيع اللي هي تساهم في انه قال مثلا العائله لما يجوا يقعدوا ما يحشموش، يعني قال ما يخافوش، حبيت نقول ما يخافوش، هو انه قال مثلا كشما تصرى كارثه. تذكر مثلا حنا نتحدثوا الان راهم كاينين، نعم. ربما عائلات راهم يشوفوا فينا، لماذا؟ عارفين باللي قال مثلا هذه الصفحه والله هذه الحوارات راها حوارات تتناول قال مثلا مواضيع جزائريه بنوع من الموضوعيه، وقال راه فيها كلام مؤدب وكذا، لكن لما انت تشوف، نعم. قال مثلا صفحه فيها الكلام الساقط وفيها الكلام المسموع، من بعد الناس ما تجيش. فالقضيه هذه نتاع الثقه هذه ما هيش حاجة دوني هكذا، لا راها فيها خدمة. وهذا الناس اللي ذكرهم هما راهم فقدوا الثقة، فقدوا الثقة من عند الناس. وكان يجيك انت لك مثلا غدوة رئيس اللي هو يكون منتخب من طرف الشعب وعنده إرادة شعبية حقيقية، ولما يقطع هو قال مثلا وعود فيما بعد هو يجسدها يحققها، لمن بعد غدوة هو يروح يدير عهد الثانية لس تروح معاه. ذوك علاش راها الناس ذوك راها قال ذكها رافضة هذه العهدة الخامسة حتى إذا كان راه بوتفليقة صحيح. لماذا؟ لأنه راه عنده وعود في العهدة الأولى والعهدة الثانية والعهدة الثالثة والعهدة الرابعة، والآن راه في العهدة الخامسة. والناس فقدت الأمل، فقدت الثقة. هذه الناس اللي راهم يروحوا يحرقوا لأنه خلاص بلغ السيل الزبا، صاي طفح الكيل، خلاص الناس لحقت الواحد المستوى وين انه خلاص كرهت الناس من الكذب، كرهت الناس من التبلعيط، كرهت الناس من حب الناس تعيش فيها، حابين يلقاو ناس صادقين، حابين يلقاو ناس اللي هما يعني اوفياء، فهمت؟ ها ونعطيك انا كمثال نفسي، انا تذوك لما انت رحت انت مشيت مع ناس، مشيت معاهم قال في موضوع في مرحلة من المراحل قال درنا هذه حركة الوفاء، الناس 18 سنة ما يعيط لكش واحد، يجي هو ذوك يقول لي عيط لي واحد يقول لي أنا أرواح رانا رايحين نديروا حركة الوفاء، وراهو النظام رايحين يعطيونا اعتماد ورانا رايحين نشطوا. قول له مش تلعب على راك، مشي تلعب على راك، فهمت المسألة؟ غير معقول يعني، لأنه فقدت الأمل، صاي الثقة سيفيني. يجي واحد ذوك أنا 18 سنة ما هضر معاك ولا اتصل بك بالهاتف ولا سقصاك ولا عزاك ولا حوس عليك، تروح انت درك غدوه تلاقى انت وياه في الطريق، راح نتلاقى انا وياه بالاحضان، اهلا سي فلان، ما كاينش منها، راح نتلاقى انا وياك يقول لي السلام عليكم، نقول السلام، وي هو راه راح يتشوكا كي انت نهضر معاه، راح يتشوكا، لكن ما على بالوش بالشوك اللي انا راني فيه، فهمت؟ هو انت كي يقول لك انت ملك دوك نهضر معاك في بالو انت كي تشوفو تروح تحضنو، وعلاه انت 18 سنه انت اعمى ماكش تشوف فيا؟ راه كاين حتى اللي راهو يشوف فيا، راهو الان راهو يسمع فيا، ما على بالوش بيك، ما هو مقيمك ولا على بالو بيك. من بعد انت تلاقى انت وياه هو يجي، لانه الناس خلاص. قضيه نتاع الثقه هذه الاخ عبد النور هذه ماهيش حاجه سهله، قضيه نتاع الثقه هذه راها تسمى راها نتيجه نتاع اخلاق، فهمت؟ نتيجة نتاع أخلاق ونتيجة نتاع صدق ونتيجة نتاع تضحية. الناس اللي نهار مشات مع مجموعة من الرجال في الثورة، على واش مشاو معاهم؟ مشاو معاهم لأنهم دكاترة، مشاو معاهم لأنهم درسوا في أرقى الجامعات، مشاو معاهم لأنهم رجال يقولون ويفعلون، مشاو معاهم لأنه
كانوا مستعدين للتضحيه وكانوا في الصف الامامي. على الناس دوك راه خايفه، على الناس ما يشتمشي، لانه راه كاينه ازمه، كاينه تركه، كاين قتل، كاين تشريد، كاين عائلات دمرت، كاين ناس راه مازالت تعاني الى اليوم، كاين الناس اللي انت دوك مثلا تروح تشوف مثلا القضيه نتاع المختطفين ما على بالهمش بهم، اي من با الهضره، الهضره ما يهضرش عليهم، روح بعدني. دوك انت واحد قال لي سمعك باللي انت قال مثلا راك انت كيما يقولوا مشبوه بكري، فهمت؟ راك انت مشبوه صحيح. من طرف النظام والله ما يدرش بيك، بعدني، لانه خاف، عنده مصالح مع رئيس البلديه، عنده مصالح مع الجهه الفلانيه، هو راه يقضي في المصالح نتاعو. ممكن بالك تلاقى انت وياك هكذا خلسه، اهلا واخويا واش راكم منا ولا بس، وسمح لنا باركوا منا ومنا، وهو راهو غير على الجل. وبالتالي درك هذه القضيه نتاع فقدان الثقه هذه اللي انت راك تحكي عليها راها تحصيل حاصل. بالتالي درك الناس على جال باش هي تولي هي تجي الثقه، لازم الناس اللي هما يتقدموا صفوف هذه، انا دائما نهضرها، ما تقدرش انت تدير التغيير بالعاط. انا درك نثق في رشيد النكاز، نعم نثق في رشيد النكاز اللي ترشح هو درك في 2017 ودار لا فامي نتاعو معاه، وراح قنع الناس باللي راهو كانوا معاه يمشيوا معاه. ونثق انا في الناس يقبلولوش يمشيوا معاه، نثق انا في اصلا ما يقبلولوش من ملف الترشح تاعو. نعم ايه، اصلا ما يقبلولوش ملف تر، يجي واحد دوك انا يقول لي باللي راهو قاري في النازا، يجي دوك يقول لي باللي انا راني معايا شي النكاز وهذيك راه غير اكسيدون برك ومنا ومنا، راه نقتنع به، ما نقتنعش به وما نثقش فيه لانه كذاب، لانه بالعاط، فهمت؟ لا حتى يعني يا استاذ كلامك هو الكبير. نعم تفضل. لا نعم، حتى يا استاذ، حتى يعني المجال يعني التعليمي تاع الانسان لا يثبت انه كفء. الكفاءه تحتاج انه الانسان على الاقل كان جرب مسؤوليه من قبل، على الاقل، لا على الاقل، حتى ويكون دكتور في اي حاجه وما عندوش ولو ما جربش ولو شبه مسؤوليه من قبل. مثلا نعطيك على سبيل المثال جماعه بزاف يعني وقفت مع غاني مهدي لانه عنده سي في لاباس به وكذا، لكن انا حاب نلحق لهم ميساج بلي التعليم والكفاءه التعليميه نتاعو لا تثبت انه راهو كفء وقادر انه يمارس اللعبه السياسيه. لكن جماعه كتبوا له بلي استاذ تاع رياضيات لمده 10 سنوات وكذا، يعني سي في طويل، يعني داروا له يعني كاين جماعه اللي راه يتروج له. واحد يهضر كيعود يهضر على راهو، شوف كيعود واحد يهضر على راهو. نعم قال لك قريت في السربون اعطيني الشهاده نتاعك، قريت 14 نعم. سنه 34 سنه اعطيني الشهاده، الشهاده نتاع السربون نعم. اعطيها لي. نعم فهمت، هذا واحد اللي راهو قرا قرا. وكي تقول لي مثلا واحد دكتور قال هذا غديري راهو دكتور، اعطيني المذكره نتاع التخرج تاعك. نعم الاثبات نعرفوا باللي نعم. واحد لما انت يدير الدكتور راهو يقرا نعم. في الجامعه، راهو دار بحث، راه عنده قال مثلا المقرر اللي راهو معاه، راهو فهمت، راهو دار مذكره قدام الناس، راهو دار حفل تخرج قدام الناس. اعطينا خويا، اعطينا ادله. اي انسان نعم. يقدر يسد. انا نعرف، راني نقول لك باللي انا مش انا نعرف ناس نعرفهم معرفه، ماشي قال 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 ما اعرفهم. نعم ليه، راهو عند الناس راهو طالب في الجامعه، هو راهو يبيع في المرشي نعم. راهو يخدم في لابوبال، يخدم في النظافه، راهو كذا، وراهو طالب جامعه، راهو يقرا في السربون. يعني كمثال، يعني سبحان الله كمثال بسيط يعني. نعم فهمت. نعم اعطيني شوف. اعطيني الدليل اللي انت، اعطيني ديبلوم التخرج نتاعك، انت راك تخرجت من جامعه، قال لك انت راهو رشيد نكاز راهو قاري في السربون، انشر الشهاده نتاعك اخويا الجامعيه، راه عندك ماجستير مصداقية. تفضل انشر لنا الشهاده نتاعك. حتى الكاريزما تلعب دور يعني في... نعم فهمت. نعم استاذ، عندي ملاحظه في قضيه الثقه فقط. لو لاحظت يا استاذ في قضيه الثقه، يعني تنمو الشعب خلاص يعني فقد الثقه في السياسيين، ولاو يحوسوا يدعموا المجهول، امثال غديري، يعني واحد ما تعرف عليه ولا شيء، يعني التاريخ تاعو واش قدم واش كان يدير وما هي الكفاءات نتاعو. شوف يعني الشعب يعني من فخ يعني عدم الثقه في لا احد الى دعم المجهول، يحوسوا ليه دعم المجهول. المهم برك حاب يتهنى من حكم بوتفليقه.
يعني شوف هذاك الاشكال اللي رانا طايحين فيه. كاين يا جماعه بزاف راه تروج له في الصفحات تاع الفيسبوك، يقول لك يا ليت ويترشح وعلى الاقل ينقذنا من حكم النظام اللي رانا عايشين فيه. لا بس ثم صفحات فيما بعد صفحات لا والله والله صفحات، وحتى يعني الناس نعرفهم انا مثقفين لا باس بهم وقعوا في هذا الفخ. قال لك وفيما بعد، احنا قال لك لازم ان احنا ديكتاتور في هذه المرحله، وفي المرحله ممكن هو فيما بعد يسلم، ومن بعد هو فيما بعد قادر يسلم المشعل هكذا ويخلي الديمقراطيه، يفتح باب الديمقراطيه. يعني ينتظروا من واحد عسكري انهم بعد فيما بعد يسلم لهم المشعل ويمد لهم الديمقراطيه. فتلقى كاين يعني ناس دخلت في بعضها، يعني الناس ضابط عليها البوصله تماما. الاخ عبد النور شوف في هذه المساله، نعم هما درك على بالك باللي هذه المساله تقدر تقول دخلت في النمطيه، فهمت؟ نعم. ولات داخله في اطار تاع مرض نفسي، فهمت؟ نعم. مرض نفسي راه موجود في المجتمع في شرائح كثيره، هذه القضيه نتاع النمطيه. درك هما النمطيه كيفاش خلقت؟ خلقت فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه، خلقت هو انه قال الواشي الشاذلي دارو لارمي، فهمتني؟ نعم. نحاو الشاذلي نحاها لارمي، جابوا بوضياف جابوا لارمي، نعم جابوا زروال جابوا لارمي، جابوا بوتفليقه جابوا لارمي. درك هما لما يشوفوا باللي هذا علي غديري هذا راهو خرج راهو لارمي، فهمت؟ بالتالي درك كاينين جماعه اللي راهم درك هما يحوسوا يسبقوا، فهمت؟ يسبقوا من اجل تحصيل بعض الامتيازات وكذا. قال في حاله ما راه وصل راه رايح يحقق كذا، حزب سياسي قال راهو قال هذا راهو يعاود ربح، فهمتني؟ جماعه نتاع الارمي ولا نتاع المخابرات ولا قال هذا راهو يعاود ربح، يلا اركب انت، لكن تاكد باللي كاينين بعض من الناس راهم مذبذبين، راهو حط يده مع الغديري وحط يده مع الجماعه نتاع بوتفليقه، خاطر بوتفليقه انتهى، حط يده مع الجماعه نتاع بوتفليقه وراه يشوف الا كان بنت له صح. لما انت ميل الكفه ايه، الا بنت له صح باللي راهو طرطاق والقيد صالح راهم ضمنوا خلاص الجماعه نتاع بوتفليقه، حتى ولو كان حرقوا الجزائر يولي ميل، يولي يروح مع الجماعه نتاع بوتفليقه وقال اودي انتم خطاكم هذاك راه رانا شفناه وراه غير فستي برك راه غير كذب برك، فهمت؟ اذا كان شاف المال الجهه مالت اسمه يبدا هو يكفر بالوسمو. وهذه حكمه العجز يا استاذ، يعني سبحان الله، يعني احنا في جميع الاحزاب، يعني الطبقه السياسيه ما قدرت تقدم ولو مبادره او بديل هكذا واضح، يعني سبحان الله، يعني كما قلت انت قبيل لكن ولا رجل من الامن فوق. نقول لك هما المساله وراء مساله هو انه بك هذا الاعلام اعطونا شخص هكذا واضح هكذا نلتفوا عليه كامل، سبحان الله، شخص او شخصين. الاعلام اللي راه موجود هما كانوا في وقت سابق كانت التلفزه فقط وكانت معها جرايد. درك نعم. لما خلقت هذه المواقع هذه لا سيما تقدر تقول من 2005، خطر كانت موجوده الانترنت من قبل، لكن التاثير بدا منذ ظهور الصوت والصوره. التاثير نعم. الكبير يعني اللي خطر عليه من قبل كانت فقط الكتابه وحتى انه الناس تكتب بديب سودو وكذا، ولكن التاثير الكبير بدا منذ ظهور الصوت والصوره، تقدر تقول من 2005. 2005 بدا اليوتيوب، نعم هو اسمه اليوتيوب، ديلي موشن، وجوجل فيديو، مواقع نعم. كثيره، الفيسبوك راهو غير هنا برك باش بداو ما يستعملوا في هذه الامور هذه تاع المباشر وتاعك والفيديو نعم. لكن كانت فيه نعم. مواقع. المهم درك هذه المواقع بدات هي تسحب في البساط الوسائل الاعلام، وفي وقت وفي الاول ما فهمولهاش، في الاول ما فهمولهاش، ولكن مع الوقت تعرف عندهم الدراهم وعندهم كذا وجابوا دي تكنيسيا وغمونا. درك غمونا تفتح صفحه يفتحوا لكم 400 ذباب الالكتروني. انت عندك قناه هما عندهم 400، انت عندك صحيفه هما عندهم 400، وحتى نعم. الصحيفه نتاعك ولا الموقع نتاعك ولا الصحيفه الصفحه نتاعك يجيوا ليها
ويزيدوا يحاولوا يخترقوها او يحاولوا هما انه من خلال التعليقات نتاعهم والله على جال باش هما يشوشوا للناس. بالتالي درك هما استطاعوا على جال باش هما يفسدوا كثيرين. دوكا كاينين الناس اللي راهم دركا كيجبت لي نتاع القضيه هذه نتاع المبادرات. الناس للاسف كاين دوك باللي كاين تاع زعامه، فهمت، تاع زعامه ونتاع مشيخه، وهذيك درك هما بالتواطؤ مع هذه الوسائل تاع الاعلام، بالتواطؤ مع صفحات. كاين مثلا درك انا كاين بعض المعارضين دون نعطيك اسمهم، الاسماء نتاعهم تقدر تكتشفهم فاسيلمون. نعم دون نعطيك الاسماء نتاعهم شوفوا تفضل. راهو عنده صفحه نتاعو والله نص كلمه ما يجبدهاش عليا، نص كلمه، وتلقاه في المقابل يظهر في ناس اخرين وعندهم لوبي كيما راه مجمعه نتاع النظام عندهم هما لوبي. راهو يعرف مثلا جماعه في قنوات فضائيه تجي جماعه قال مثلا قال بالك يعيط له مثلا قال له مثلا هذاك السيد هذاك راهو يبان باللي معارض والله يبان باللي كذا، يقول له اودي خليك منه هذاك ما غير سي بالاب. حتى هذه القنوات في الخارج فهمت، لا الداخل ولا الخارج، قال اتونسيون مسكرين لك، مسكرين لك منا ومنا على جال باش هما يحاول. دوك تشوف انت مثلا في هذه القضيه هذه هاو بدا حرك شويه هكذا، بدات الناس تتحرك والله يبداو يصوتيو هما من اجل باش هما ياثروا الناس، فهمتي، ياثروا الناس ويوجهوهم. عندهم عندهم لعبه التهريج يا استاذ، هذه واحد السلاح راهم يستعملوا فيه انه الشعب يبثوا له هذو المهرجين امثال سلال وأما هذو الاضحوكات هذو على المواقع التواصل الاجتماعي، والناس راها للاسف راها تحتضن هذو المهرجين ويضحكوا عليهم ما على بالهمش بلي راهم يضيعوا في الوقت لما يقعد يشاهد في المسرحيات نتاعهم. هما راهم مفتعله دائما، هما عرفوا ذوك عفسه تاع الشعب انه الشعب هكذا يحب يضحك يحب يبسط باه يخفف من هذاك الضغط اللي راه عايش فيه، يجيبوا له هذو المهرجين هذو. تسمع انت مثلا سلال او ولد عباس او غيره كل مره يجيبوا لك شخصيه جديده، وللاسف الشعب لازم ينتبه لهذه الخطوره تاع هذا الامر تاع انه يولي يضيع او يتميع مع هذو المهرجين هذو، يقعد يضحك اوليو يبقى يحاول انه يلقى البديل او كش ما يقعد يضحك يقول لك القضيه نتاع هذه نتاع المبادرات ونتاع الخروج والله. نعم. في ظل شوف نقول لك انا هذه عندي مده من اللي اقتنعت بها مده. نعم. عندها مده هو انك انت تمشي للشعب، فهمت، هذا مكان هذو ذوك الانسان اللي راه ذوك هو ينتظر من هذه الشخصيات والله الاحزاب السياسيه هذو راهم هما هذاك الزعامه وانت انا شوف انت دير مبادره مثلا، دير مبادره تروح تتصل بشخص معين. نعم. زيد ولا عمر من الناس، شخص معين تروح ليه في مجموعه من الناس قال لي روحوا يتصلوا به قال اودي احنا رانا نشوفوا فيك باللي كذا وكذا وكذا وحنا رانا مستعدين باش نساعدوك ومن هنا هذيك، يعني لو كانت تتقدم مثلا للترشح او كذا. نعم. يقول لهم هو نفكر في الامر، فهمت، فكر في الامر لانه قرار ماشي راك انت راح تشري حاجه ولا قرار يطلب مشوره يطلب دراية يطلب برنامج يطلب أموال يطلب كذا، وده لما تروح صحيح. انت الواحد وش عندك، وش عندك يا هل ترى عندك أموال باش انت غد ورك راح انت قال مثلا تنشط له حملة انتخابية. فرق بينه هو انه قال مثلا ذوك انت يروح رب يعيط لزيد ولا عمر من الناس قال سي محمد ترشح انا هاني وراك خلاص عنده هو يعني. قال مثلا مقر في حيدرة ولا في البيار عنده مداومات على مستوى 48 ولاية جماعة بالدراهم تدير انت يا خدامين فهمت على مستوى 48 ولاية فهمتني. نعم. بالتالي درك انت انت لما تروح انت الواحد اول حاجة وش راك راح تمد له وش راك راح تدير له شي قال روا ايه وكاين اللي راهو يمد راه يمد درك مثلا قال لك مثلا واحد راهو راح يدعم مرشح وش راهو راح يدي اكيد راه المساله مش غير هكذاك. وبالتالي دركا كاينين جماعه دوك الى راها المبادره نتاعو وراهو متحكم فيها وراهو قال مثلا هذا المرشح راهو راح يحقق له الوسم نتاعو يمشي، اذا ما كانش يروح مع واحد اخر
ولو يحرم صحيح. ولو يفلط فهمت، ولو يحرم يروح كما يقولوا زكارة. وكاين اللي هو يحب يخطف المبادرات فهمت، يخطف المبادرات هذه معروفة. كاين الناس اللي هما مثل الزيت فوق الماء، يحب دائما هو برك، ما كانش راه خرجت مبادرة يخلق لك هو مبادرة من هي يشتت الجهد. نعم ايه انتم جماعة قال مثلا رحتوا حكيتوا مع واحد اوكي، حتى احنا ثاني عندنا جماعة دوك نروحوا نحكيوا مع واحد اخر. وهذه يعني استاذ يعني استاذ ما تصلحش في ظل هذا التشتت هذا، وفي ظل هذا الضبابية، في ظل هذا الحسد، وفي ظل هذا التنازع، ما تنتظر لا تغيير ولا هم يحزنون. البلاد راها تمشي بخطى الى المجهول. لو كان ما يكونوش ناس، راني قبل جبتها لك في البداية نتاع الحديث نتاعي لما ذكرت لك الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس مشات معاه صلى الله عليه وسلم على اساس الصدق وعلى اساس الامانة. النهار اللي تلقى كوكبة من الناس يكونوا صادقين ويكونوا امناء، وتكون هناك نواة صلبة، الهدف نتاعها هو ليس السلطة وليس دعم زيد أو عمر من الناس من أجل الوصول للسلطة ولا من أجل تحقيق مغانم ولا كذا، نهار تلقى كوكب من الناس تتوفر فيهم الشروط هذه نتاع الصدق ونتاع الأمانة والأخلاق والتضحية، فيما بعد الشعب لما يكون هو يشوفهم ويعرفهم ومجربهم الشعب يبدأ يلتف حولهم. اما هذ المهرجين هذو اللي راهم يمارسوهم في السرك وراه الناس، هذو ما تنتظر منهم حتى شيء. الشيء اللي تنتظر منهم هو حرق البلاد، حرق نعم. البلاد. انا دوك لما راني نشوف دوك مثلا جماعه راه مع هذا رشيد نكاز وكذا، راني نشوف هذاك برنار ليفي راهو يدور في الجزائر. ما ننتظر منه لا تغيير ولا محزنون، ننتظر في أي لحظة انفجار، في أي لحظة صحيح. خطر عليه تغيير، هذا راهو تغيير تاع نظم، تغيير تاع عقليات، تاع مفاهيم، تاع سلوكات. وهذا التغيير هذا ما يجيش بين عشية وضحاها، لازم له قناعات، لازم له تربية، لازم له أخلاق، لازم له رجال، لازم له كذا، والأمور تمشي بوحدها. أما انت هذيك تاع التهييج فهمت، تروح انت ذوق مثلا قادر ذوق، أنا نقول كلام على القايد صالح ينزلزل به الناس فهمت، لو كان ذكرها قال جات الناس برك تحوس انت على اللي في ولا راه الناس تحوس عليه، قادر نقول انا على بوتفليقه كلام نزلزل به الناس فهمت. نعم قادر ندير غير شوف واحد قال مثلا مغني والله من هذوك اللي يديروا اغاني حماسيه والله، تكتب له كلمات برك ويلا ونوضها عاطفيه، نوضهم إيه؟ بالعاطفه. نعم تلعب انت تختار على ندقق لك ننحت لك عبارات ننحتهم ونخرجهم انا ويلا. ولكن الامر مش هكذاك، انت انك انت تنوض الناس ياو، كي تنوضهم وش يرجعهم لديارهم ياو. نعم. خمم في المستقبل، راك قادر انت دوك مثلا تشعلها كيف تطفيها، راهو كاين اللي راهو دوك هو يمشي ويتحرك وكذا لكن ما على بالوش واش راهو راح يترتب. حنا نحوسوا على جال باش صارت مشاكل، صارت فتن، صارت مأساة في البلاد، ماناش حابين هو انه تعاود تتكرر. تذوق هذا الانسان اللي هو ما شاركش في المسيرات، ما يعرفش التجمعات اصلا، راه ذوك هو جون قال واش راح يخرج المسيرات ضد العهده الخامسه وروح وغني وهضر وعيط على بالوش. لكن النهار اللي توصل للدق فهمت، توصل للخبيط ويوصل للرصاص ويوصل لوسمو، خاصة في ظل هذه التكنولوجيا بحيث هو أنه الآن راها تحرف عن طريق البرامج المختلفة، تحرف الصوت وتحرف الصورة وتدير في المونتاج وكذا، والله العظيم شوفي غير ربي اللي راهو على بالو واش راهو ينتظر في الجزائر. والله لو كان ما يكونوش ناس مخلصين ويحوسوا فعلا على تغيير حقيقي صح يا استاذ، مبني مخلصين على منهجيه ومبني كما نقولوا على مرحليه، وتمشي الناس وحده وحده وتتوافق الناس حول خطوط عريضه، والله غير البلاد غير ماشيه للمجهول. صح يا استاذ، المشكل انه المخلصين يعني جبدوا، مش نقولوا جبدوا على السياسه،
ولكن ما عندهمش طمع في انهم يكونوا رؤساء تاع بلاد ولا المخلصين. الاشكال انه المخلص هو اللي تلقاه جابد روحه. ما مانيش فاهم انا دوكا كيفاه الطريقه. هل نديروا درك حملات اعلاميه يعني موازيه يعني فيسبوكيه باه ندعموا مرشح معين، او ندفعوه نضطروه انه يترشح او يبان؟ يعني الاشكال انه هم هذاك اللي تلقاه هو اللي تلقاه الصادق، هذاك هو اللي تلقاه جابد روحه، وتلقى الطماع هو اللي تلقاه ظاهر فوق في هذا هو الاعلام، دوك وتلقاه هو اللي الفعل. راه هذا هو الاشكال. فبالتالي ما فهمتش هذا انا هو كيفاش نضغطوا عليهم. هذا دوك الناس المخلصين، المخلصين وما نعم لازمش الواحد يغصب روحه، فهمت؟ نعم ما لازمش الواحد يغصب روحه، ما لازمش الواحد درك هو يربط روحه بموعد انتخابات هذه راح تفوت. راهم قال مثلا فرضا راهم مجموعة راهم هما متنافسين ولا راهم متنازعين على السلطة. انا ما نبنيش القضية نتاعي ولا نبني الامر نتاعي عليهم، انا نبني على المستقبل، نخدم ونتكل على ربي، ما نتكلش على العباد. نتكل على ربي، يكونوا ناس صادقين ومخلصين ونيتهم عند ربي صادقة. قادر ربي في لحظة من اللحظات تجي حاجة تعاود تقلب الدنيا رأسا على عقب، ولكن الناس تكون عندها برنامج وناس تكون مخلصة، ما هي تحوس لا على السلطة ولا تحوس على الدراهم ولا تحوس على المنصب ولا تحوس على الجاه ولا كذا. هذا الناس حتى إذا كان أقلية يكونوا مجموعة. أنا شوف نقول لك، عندي سنوات نقول لهم أنا نحوس على مجموعة نتاع 12 برك، ماني نحوس لا على 1000 لا على مليون لا على 4 ملايين. انت رحت لمت استثمارات تاع 60,000، روح. انا نحوس على 12 انا راجل في البلاد برك، هذا مكان اضمن لي 12 انا راجل نضمن لك التغيير. 12 انا راجل برك. نعم 12 متكون يعني تكوين يعني. ايه ناس يكونوا متكونين وناس يكونوا واعيين، عارفين المخاطر، عارفين الخبث نتاع منظمات اللي راها هي تصطاد في مثل هذه المسائل، يعرفوا المسائل هذه العسكرية، إعلام، دعوة، إلى غير ذلك، اقتصاد، مجموعة كوكب نتاع 12 راجل في اختصاصات متعددة، ويكونوا ناس يتمتعوا بمصداقية، فهمت؟ ويكونوا مخلصين. الشعب فيما بعد راه يلتف حولهم. تأكد باللي لما تكون هناك نواة صلبة راه فيما بعد الشعب يلتف حولهم. لكن انت لما تروح تجيب لي انت الذر، ولا تجيب لي ناس مجاهيل، ولا تجيب لي ناس كذا، يقول لك شوف انت يرحم والديك الكعب سوق ذر هذا. الإشكال، لكن الإشكال يا أستاذ أنه المصداقية هذه به تجي لازم تكون كاينة ممارسة، والدولة نتاعنا ما خلاتش ما يسمى بالنموذج الناجح، ما خلاتش هكذا الناس هكذا باينين شغل عندهم هكذا نموذج ناجح هكذا يحتذى به، ولو مصغر على مستوى البلديات او الدوائر او حتى الولايات، اللي فيما بعد قادر يكون كما نقولوا هذا النموذج تاعهم هذا الناجح هذا يستثمر في امور اكبر، في رئاسة وزراء وفي رئاسة دولة. هذا هو الإشكال. حتى الدولة راهي نجحت في أنه تقضي على أي مشروع نموذج ناجح لحد الساعة. ما بين حتى هم راهم مثلا دوك كنت تشوف انت تركيا، مثلا كنت تشوف تركيا على سبيل المثال، تلقى على الأقل مثلا أردوغان، اسمه أردوغان، كان رئيس بلدية، يعني ترك له على الأقل يعمل ويبين القدرات نتاعو في بلدية، أصلح بلدية ونجح فيها يعني بشهادة الشعب نتاعو. أما الآن هنا في الجزائر احنا عندنا تلقى الصلاحيات في أمير البلدية، والله في كل شيء راه الفوق، يعني عند نعم. الأسوار، عند المير، والله عند رئيس دايرة، والله تسمى ما يخليه حتى أخ واحد حمزة يبان. اصبر شوية برك، درك نعطيك أم الكلمة، اصبر برك. مرة مرة على مرة هكذا نتفرعوا في الحديث، ومرات حتى لا الواحد أنا رحنا بعيد يعني. يا على كل حال نعم، المهم أعتذر على الإطالة. شكرا الأخ عبد النور، ربي يباركك. شوف ترى الإخوان نعطيه لهم إن شاء الله ترى الفرصة، ترى نشوفه ترى هذا الأخ هذا، معذرة الإخوة سمحونا، ساعة ساعة لوحدي. أيها السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، مرحبا بك أخويا.
لازم نشعل الضوء ولا نقدر نهضر هكا برك يا خويا؟ احنا كنت شعل الضوء خير باش نشوفوه كيلا بوغوس ولا ماكش بوغوس. معليش دقيقه برك الشيخ. معليش. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام، مرحبا بك يا اخويا. بوغوس بوغوس نشبه الماما. ماش ما شاء الله. ذلك فيك. واش راك الاخ شعيب هكذا؟ شعيب اسم عربي اصيل. ما شاء الله اخويا. مبارك فيك. انا الشيخ برك حبيت نعقب على زوج نقاط برك ما كنت تناقش فيهم تو الاخ هذا والاخ اللي سبقه. مانيش حاب نطول باش نخلي الناس تطلع. ما فيش مشكله، تكلم على روحك براحتك، تفضل. اولا الشيخ، التغيير هذا اللي راكم تتحدثوا عنه وراهم يتحدثوا عنه الناس، هذا يسمى الشعب الجزائري يتحدث على التغيير. اولا الشيخ، التغيير هذا راه صعيب جدا بس يعني يحدث في الجزائر المتعفنه هذه، لانه الشيخ من 62 مبنيه على الباطل. من 62 باستثناء ربما نستثني فتره هواري بومدين كان رجل وطني وصادق، الباقي اكل. حتى بوتفليقه هذا الناس، كاين ناس يقول لك احنا رانا ضد العهده الخامسه. انا نشوف باللي بوتفليقه حتى كي كان لاس عليه والعهده الاولى والثانيه والثالثه وكان صحيح ما دار حتى حاجه الجزائر هذه، حتى نكونوا صرحاء يعني. زايده تمشي للخلف نمشي لقدام وحنا نمشيو للوراء باش نكونوا منطقيين يعني. مش يقول لك حنا ضد العهده الخامسه، انا دروك كي نحي بوتفليقه وحط لي احمد ويحيى تبان لي ما عنده حتى معنى. دقيقه بارك الشيخ. شكون؟ هاي معليش شباب. قلت لك استاذ يعني التغيير هذا اللي نحوسوا عنه لازم يكون جذري، لازم يكون من تحت. دروك انت الشيخ نسقسيك سؤال واحد برك، كي تبني دار تبنيها من فوق وتجي هابط ولا من تحت وتجي طالع؟ شحال عندك الاخ شعيب من اللي تعرفت على الصفحه نتاعي؟ انا هذا وين بعث لي الاخ سامي حملاوي قال لي هاو الاستاذ هذا تفضل ناقشوا. ايوا مالا الكلام انت اللي راك تقول فيه، لخطر هذه هي المشكله. المشكله هو انك انت هذا اول لقاء نتاعك معايا وراك راح تحكي على حوايج انا راني حكيت عليهم ديجا عندهم 40 سنه، وانت دوكا راح تطرح لي اسئله اللي انا راني اجبت عليهم يعني عشرات ومئات المرات، وتولي تضطرني على جل باش نهضر معاك. نهضر معاك نولي نحكم الكلمه. لا لا مش تحكم الكلمه، انا نفهمك. هذا الكلام اللي راك تقول لي فيه رانا احنا كيما نقولوا رحنا معاه الي وروتور منذ سنوات وسنوات، احنا نحكيوا في هذا الموضوع. درك انت في هذه القضيه هذه نتاع التغيير، احنا رانا نحوسوا على تغيير حقيقي مش تاع بريكولاج. نعم فهمت. والتغيير الحقيقي هذا لا ياتي بين عشيه وضحاها. بارك الله فيك. ولازم تتفق التغيير هذا لازم له اول شيء هو راس المال، راس المال البشري. نعم فهمت. خاطر ما تقدرش انت دوك انت واحد راه رايح يدير مثلا كوميرس. نعم. رايح يدير هو قال مثلا مع البيش انه مؤسسه ولا مصنع ولا كذا، عنده لازم له دراهم. التغيير هذا نتاع التطور هذا اللي راك تحوس انت تقلب الجزائر متطوره وتقلب انت الجزائر كاليفورنيا وتقلب انت، باش تديرها؟ ديرها بالرؤوس بالعقول بالطبيعه. فهمت. هايوا اذا هذا التغيير هذا ما تقدرش انت تديره بواحد راسه فيه مانيش عارف واش فيه. فهمتك. إذن هذا التغيير هذا اللي يأتي بين عشية وضحاها، وإحنا هذا الموضوع هذا راني حاكين فيه منذ سنوات. شوف نعطي لك خمس سنوات وانت غير تسمع برك. نعم خمس سنوات وانت غير تسمع برك. ادخل للموقع نتاع اليوتيوب، اكتب خباب نور الدين، روح ادخل لاباج تاعي في اليوتيوب اسمع. خمس سنين وانت غا تسمع برك ما دير والو، ومن بعد روح هضر معايا. مش انا نهضر معاك الشيخ، انا برك حاب نوصل فكره انه التغيير يبدا من تحت ويجي طالع. لانه عندك مثلا الجمركي المرتشي والشرطي المرتشي والجدارمي المرتشي والسياسي الفاسد و و و و هذو الشيخ اكل كامل راهم ولاد الشعب،
هو كان الشيخ مقوله يقول لك قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انا مانيش عارف اسكن المقوله هذه صحيحه ولا غلطه، يقول لك كما تكون يولى عليكم. راك فاهم انا يا الشيخ نهضر على روحي، الشارع تاعنا اللي راني ساكن فيه نتحداك وكان نقول لهم ارواحوا غدوه برك نديروا حمله تنظيف ونص المدينه نتاعي قسم بالله العلي العظيم ينظف واحد. حنا يا الشيخ هنايا ولفنا الانتقاد فقط، نعرفوا لن ننتقد ونتكلم وننتقد ونتكلم وتغيير ما كانش. انا يجيني واحد اليوم الشيخ مثلا مولا 50 سنه ولا 60 سنه نقول له نحب التغيير يقول لي هاي فتح عندنا العشريه السوداء. وش علاقة لك العشرية السوداء هذيك عبارة عن ماذا؟ عبارة عن انقلاب عسكري. كيف هنايا نشرع للانقلاب؟ لأنه البلاد هذه إذا كان فيها التغيير صح والناس حبت تغير لازم التضحية. فهمتني الشيخ أنا وش راني نقصد؟ ذوق الناس هنا يقول لك حنايا نحوسوا على رايس مليح ونحوسوا نخدموا ونحوسوا نديروا، هما الشيخ أمة نائمة ما تخدمش، الشعب هذا ما يخدمش، شعب راقد ما يتطور ما يدير حتى حاجة. يقول لك هاي بلاد المعرفة، أنا الشيخ نهضر على روحي، نلحق نحيي البرميل نمد 5 ملايين معرفة، نمد وحدي ما عنده علاقة لا بالرئيس لا بالسياسة لا بحتى حاجة، حنايا الداخل في نفوسنا ماناش ملاح، وندور رب العالمين يجيب لنا عمر بن الخطاب يحكمنا، وهذه ما كانش منها. وأنا أحيانا الشيخ ما نكذبش عنك في 2014 فوطيت على بوتفليقة نكاية هكا مفيصة بعد الداخل، على بالي به ما كانش، وعلى بالي به مش يحكم، وعلى بالي به بلي أكبر سرطان ضرب الجزائر هو بوتفليقة والنظام تاعو. وإنما الشيخ قلت لك إحنا الشعب هذا يدور على وحدة التغيير بطريقة أنه مراقدين ويحبوا التغيير. التغيير هذا لازمته الرجالة ولازمته الوعي ولازمته الشعب يثقف ولازمته تغير العقليات ولازم ولازم ولازم. بعد على الأقل 40-50 سنة نبداو نتغيروا 10%-12%، ماناش عن تغيروا مرة فريدة. إحنا الشيخ كما نعطيك مثال برك وبه نختم به ما نطولش على الأخ. النائب البرلماني طاهر ميسوم يا أخي شفته تايا؟ طاهر ميسوم تاع المندية. نعم شفته. هي انا الشيخ انسان تفرجته ومانيش نقول لك انا راني كبير والله حاجه ممكن راني غلط والله حاجه، وانما شفت فيه الصدق وشفته يتكلم بلغه منطقيه يعني يتكلم بلغه الشعب يسمى ينتقد في امور صح يعني مثلا في انهم يجيبوا الرمل في انهم يستورد في امور ما عندها حتى معنى في الفساد في عدد الامور. وعلى الرغم من انه كان انسان ثري انا ما نعتقدش انه ترشح بحاجه المال ولا بحاجه السلطه ولا بحاجه النفوذ. راك فهمني نهار الشيخ ما جاي ترشح في 2017 مهم يبدو هو أنه الأخ عنده مشكلة في الخط تاعه للأسف شديد. الأخ شعيب مر الواحد من الإخوة الآخرين للأسف الشديد. شوفوا الأخ حمزة هذا، أخ حمزة شوف سرح الخط نتاعك راه مبلوكي. شوفوا الأخ هذا إدريس، أخ حمزة راه الخط تاعك مبلوكي فهمت. يا المهم شوف نقول لك الاخ محمد كاين الناس اللي ما على بالهمش فهمت، ما همش يتبعوا في الامور. كاين بعض الشباب المتحمس هكذا اللي منهم اللي ماهوش فاهم المسائل هذه نتاع التغيير وما يعرفش النظام ما عندهمش تجربه، وبالتالي مرات تلقى راك انت باللي الاخ هذا ادريس هذا راه عندك وقت انت درك كل مره تحاول تدخل عندك مدة. انت يا قصتك قصة انت يا. وش الدير شوف الأخ حمزة واسمه برك شوفوا حمزة أخ حمزة شوف راه عندك بوتون ثم ممكن بالك لا درك قافلها وبالتالي ما تقدرش تدخل هذا مكان. ممكن راه عندك بوتون ثم راك غلقها شوف سرحها ومرحبا بك أهلا وسهلا بك. احنا ماذا بينا عجل باش تشاركونا ماذا بينا عجل باش نستفادوا من بعضنا البعض من خلال هذه النقاشات.
المهم نزيد شوية ونختم هذا البرنامج. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، أهلا الأخ حمزة. واش راك لاباس أستاذ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ حمزة؟ أنا من بويرة أخويا. بويرة ما شاء الله. الله يبارك فيك. واش تقولنا الأخ حمزة في الموضوع تاع اليوم؟ واش حبيت أنا نهضر بما أنه الموضوع يحكي على الطلبة الجزائريين هكذا. واحد قال لك كاين مشكل اخلاقي، واحد كل واحد قال لك منظمه، يعني طالب هنا في حد ذاته ماهوش حر. شوف قال لك موضوع، قال لك طالب الجزائري عنده مشكل اخلاقي يضربوه في الاخلاق. الاخلاق اسكو عندها علاقه بالسياسه هنا في حد ذاتها اسكو؟ روح للأسف الشديد الأخ حمزة يبدو هو أنه أيضا عنده مشكلة في الخط، الضعف نتاع الخط للأسف الشديد. يا هدى فرعون يا سيدي، على الأقل راكم دوكا في هذه الأيام تاع الانتخابات، زيدوا لهم شوية في ال مانيش نسمع فيك يا أستاذ. هذا وين رحت وعاود توليت، راهو باين باللي المشكلة عندك كبيرة في الخط تاعك. للأسف الشديد راه واضح من أنه الأخ حمزة عنده مشكلة في الخط. أخ حمزة عاود خرج وعاود ادخل، بلك لعل الله ايه صحيح الاخ عبد القادر. جديد مهم نشوفوا ترى هذا الاخ خير الدين. الأخ خير الدين مرحبا بك، والله لبس الحمد لله. واش ركتيه؟ ما راهو الكلام تاعك مقطع الأخ خير الدين، راهو الكلام تاعك مقطع، كلمة تجي وأخرى تروح في الطريق. راهو الكلام تاعك تقول أنت مكودي. هاي واه عاود خرج وعاود دخل. أخ حمزة نزيد ترى نعاود نعطيك فرصة للأخ حمزة، بلاك لعل الله تحن عليك شوية. هدى فرعون السلام عليكم أستاذ، بلاك لعاود تحشم شوية. هدى فرعون أيوا الأخ حمزة، واضح واضح من أنه الخط بتاعك راهو ضعيف بزاف بزاف، فهمت. المهم الاخ حمزه يبدو هو انه الخط نتاعك ضعيف. شوف نقول لك، شوف راقب الهاتف، اغلق الصفحات هذوك، راقب الهاتف نتاعك قبل ما تدخل للفيسبوك، عاود اغلق الفيسبوك واغلق صفحات، شوف راه كاينه ثم خاصيه في الهاتف نتاعك، راقب الصفحات نتاعك اللي راه مفتوحه اغلقها كامل، خلي غير الصفحه اللي تدخل منها. لا كونيكسيون مليحه. نشوفوا ترى الاخ هذا اسامه. قال لك الاخ محمد الانترنت مليحه، راه فينا دي الصنوبر. سي نورمال، هذوك عندهم 100 جيجا هذوك.
قول هما نتاع المرادية وهذوك يضربوا الفوق برك، عندهم الانترنت مليحة مع الشواء مع المرطبات فهمت، ومع اسمه الحوت من كل الأنواع، راهم يضربوا في اللونجوستين ويضربوا في حوايج واحدة أخرى كافيارو. الأخ أسامة راهو ثاني وقيل أنت الخط نتاعك لا كونيكسيون اليوم راها تعبانة، مانيش عارف أنا واش كاين قدام من واحد للأسف. ها خونا أسامة راهو في فرنسا أعتقد، زدت ترى نعاود ونجربو ترى معاك الأخ حمزة بلك. لا الله ايوه الاخ حمزه هكذا الانترنت راه مليح نظن انا. ايوه دوك راني نسمع فيه. ايوه استاذ، قلت لك حكى واحد الانسان مقبل قال لك بلي الطلبه الجزائريين عندهم مشكل اخلاقي، ولا ما فهمش كان يعطي الراي، سروال مقطع. المشكل ماهوش في سروال مقطع، روح لاي طالب جزائري، اي طالب جزائري وسقسيه عن النظام هذا، يعرف كل خبايا النظام. والله شوف يا استاذ، غير اي طالب يعرف كل خبايا تاع النظام هذا، يعرف بلي النظام فاسد، ويعرف كل المشكلة في التعطيل. الطالب الجزائري نعرفوه بلي ما يثقش في المنظمات، المنظمات عم بالنا يعني كيف راها تمشي وكيف راها تسير وكل امور تاعها كيفاش راها تسير. المشكلة في التنسيق يا استاذ، ما كاينش اللي ينسق الطلبة الجزائريين، شكون اللي يوقف وينسقهم؟ يخرج لازم انسان من رحم طلبة احرار، ولكن نخرجوا من الجامعة الجزائرية كي نهضروا على الشعب، لازم واحد ينسقهم من رحم الشعب. احنا ما عندناش اللي ينسقنا يا استاذ، نعرفوا كلش، ونعرفوا بلي النظام هذا فاسد، ومن 1962 اليومين هذا الشعب مازال ما وصلش للسلطة، ولا لا يا استاذ؟ نعم الشعب الجزائري لم يصل الى السلطة. قال لك بومدين، ما كان استاذ ني بومدين ني زروان ني استاذ، الشعب لم يصل الى السلطه. كاين العسكر، كاين الانقلابات، هذا معروف في تاريخ الجزائر. نعم حتى وحنا ما قريناش يعني التاريخ الجزائري كما ينبغي، الا اننا نعرف يعني العام والخاص يعرف ان لا يوجد رئيس تم انتخابه. نعرف نحن فقط تعيين، عرفنا بلي مكانش كاين صح تعيين، كاين تعيين يا استاذ صراحه في الجزائر كاين تعيين. وقبل ما نروح المترشحين، انا والله ما نقدر يا استاذ كطالب جزائري، والله ما نقدر نشوف في مترشح. قبل ما نروح المترشح نحوس عن النزاهه الشفافيه الديمقراطيه. قبل اذا هضرت على مترشح معناتها راه كاين مشروعيه. نعم لا لا يا استاذ، اذا هضرت على مترشح معناتها راني هنا قلت بلي كاين مشروعيه. المشكله في المشروعيه ما كاينش، ما نروحش ما نهضرش مين بان على المترشح هذا عنده مستوى، وهذا الشعب الجزائري استاذ راه عنده مؤهلات، عنده لا لا استاذ. نعم ولكن الاخ اسمه الاخ حمزه في هذا لا تم الاطار تاع هو ان الطلبه دركا ما عندهمش شكون اللي راهو ينسق، والكلام تاعك راه منطقي، راهو لا منطقي. ما كاينش، احنا رانا امام اشكاليه، تسمى انت دوك الطلبه ما عندهمش شكون اللي ينسق، وقال مثلا درك هذا الشعب درك هو راه مزربع وشكون اللي ينسق. روح دوك مثلا نعطيك كمثال، يعني أعوذ بالله من كلمة، أنا عندي سنوات وأنا ننشط، راهو دوك مثلا في إطار على جال باش حنا نلموا أكبر عدد ممكن من الجزائريين من الجزائريات، كاينين اللي هما هذه اللغة ما تخدمهمش، وما يروحوا يحوسوا على الإثارة، هاي الفوطو نتاع بنت الجنرال الفلاني، وها هو الفوطو نتاع الجنرال الفلاني، والناس تتبع في الإثارة. أنت دوك مثلا واش راه دير النهار نفسهم راهم يديروا فيها بعناوين واحد اخرى، الناس تحوس على الاثاره من اجل اكتساب والله فيهم. دوك انت لما تقول لهم، للاسف الشديد هاك تشوف كل مره يخرج عنده مشكله في الخط الاخ حمزه. المهم الاخ حمزه اذا كان راك موجود والله ممكن بالك نعاود نزيدو نعاودو نديرو فيها كيما يقولوا فام هضره، إذا كان راك مازال على الخط للأسف الشديد.
وعليكم السلام الأخ أسامة، راني حاولت باش ندخلك، يبدو أنه راه عندك صعوبة في اليوم في الخط تاعك. عندك مشكلة في الخط تاعك للأسف الشديد. هذا الأخ ودخل وعاود خرج، زيد ترى نعاود نطلعك ترى الأخ أسامة. يا أستاذ تشوف هدى فرعون وش راه دير فينا. هو اسمع، هدى فرعون وراه من وراها جاي من وراها طليبة. طليبة وجد دب الكاربيراتور أستاذ. اسمع هذاك هذاك هو جاي تول الخط تاعو تسمى ما يخليش الريزو يفوت. هاكم الريزو. ايه قلت لك يا استاذ، والله يا استاذ المشكله في التنسيق، ما عندناش تنسيق استاذ. كيفاش ايوا سمعك عاودت رجعت لي الفكره، لانه كان واحد جاء من وراك ودخلته ومن بعد راحت لي الفكره. تسمى قضيه نتاع التنسيق، قلت لك ان الناس درك كاينين بعض الاشياء اللي مع الاسف الشديد عامه الشعب ما يعرفوهاش، فهمت؟ ودوك لو كان نولي انا نتكلمها، انا ثاني راني كنت كيما انت، لازمك تعرف انا دوك راهو كاين كيما نقولوا شويه نتاع مثلا نتاع السن بيناتنا، راهو كاين فرق نتاع السن، لكن تاكد ان راني كنت شاب كيما انت. انا قبل ما نخرج كنت نشوف، كانت عندي هذه النظره اللي راك انت تحكي فيها، كنت انا نتكلم مع ذاك ونتكلم مع ذاك، وننتظروا في بيانات، ننتظروا في كاش مبادره، ننتظروا في كاش لقاء، على جال باش حنا نلتفوا حول هذوك الناس، نشوفوا باللي ناس صالحين نعتقدوا فيهم خير، لانه كانت عندهم نظره هكذا في الاعلام وكذا نشوفوا فيهم. ولكن الواقع حاجه واحده اخرى، كاين بعض الناس اللي انت راك تشوف فيه باللي راهو منقذ للبلاد، ولكن نهار تخالطوا تلقاه اخبث الناس. صح اخبث الناس، فهمت؟ درك انا شخصيا الشيء اللي اقتنعت به، حاولنا عدة محاولات، روح شوف قالهم كاين تسجيلات راهم موجودين في الموقع نتاع اليوتيوب في الحساب تاعي. بعثت جماعة راحوا التقاو مع مجموعة من شخصيات بما فيهم وزراء بما فيهم صحفيين بما فيهم شخصيات سياسية، حاولنا نجمع أكبر عدد ممكن من الناس من أجل أجل باش نديروا لقاء. هذا راه في 2013، في 2013 بدينا عمليا قبل ما يديروا الانتخابات الرئاسية تاع 2014 وقبل ما يديروا الندوة تاع مازافرون. ونذكر لك أسماء، هذا بن فليس لما اتصلنا به، راهو الأخ عبد السلام راهو مازال حي، قال له بلي أنا خلاص السياسة هذه سيفيني، جبت روحي منها. ناولك عاود ولا واش؟ في 2013 قبل ما يترشح، هضر مع احمد بن بيتور، مع علي بن الحاج، مع اسمه الدكتور علي بن محمد اللي كان وزير التربيه السابقه، مع ناس اخرين التقوا بهم في واسمه في فندق نتاع الرياض في سيدي فرج، من بينهم ملك طاهر بن بعيبش، شخصيات اخرى. وكنا ماشيين، اتصلت انا شخصيا اتصلت برضا مالك، واتصلنا بشخصيات اخرى على جال باش نحاولوا نجمعوا اكبر عدد ممكن من الناس باش يقبلوا الفكره نتاع عقد مؤتمر وكذا، فما بعد التفاصيل تجي من بعد. ولكن فيما بعد تتروح تحكي مع واحد تعطي له فكره يديها لك، هاي المشكله وراها. مثل ما انت تروح تحكي مع واحد قال تقول لك شكون انت رايح تخطب، تقول فلان، يقول لك يا ودي بنت فلان هذيك، يا ودي ما كاينش منها، خلاص هذيك بنت فلان، يا حسره هذيك راه عندها وعندها وعندها. ومن بعد تروح تلقاه هو الاول اللي راهو راح يخطبها. هذه هي للاسف الشديد. تروح انت دوك مثلا تشوف انت يا هاد الناس اللي راهم يحكيوا دوك مثلا على هذه الندوه وعلى هذا اللقاء، راهم يهزوا فيه افكار موجوده من الفيسبوك ومن اليوتيوب، يدوا فيها تلقاهم ينشطوا بها في التجمعات ويهضروا بها في القنوات وكذا. بالتالي دوك هذه المساله ماهيش قضيه نتاع تنسيق، مثل ما كنت نحكي على الاخ قبيل، قضيه هو انه لازم يكونوا ناس صادقين،
صادقين ومخلصين، هذا النهار اللي توفر فيهم هذه الشروط نتاع الصدق ونتاع الإخلاص، فيما بعد الأمور هذه كتجي من دون صدق ومن تدير لقاءات ولا تدير تنسيق، والله ما عنده حتى معنى تروح انت تدير لقاءات وتدير تنسيق مع جماعة، ولكن فيما بعد لما ما يكونش هناك إخلاص وما يكونش كذا حاجة مت. أستاذ أنا نمشي مع كلامك أستاذ، يعني بحكم معرفتك وتعرف يعني خبايا تاع النظام هذا الفاسد أكثر من نعرفه أنا أستاذ. هكذا إذا ما كانش تنسيق فنعرفوا بلي الشعب فوضوي، إذا خرج يكسر يندب يدير أنا عارفه ولا لا أستاذ؟ يعني معاك لا أنا مانيش نخالف فيك. اللي راح ينسى بعد الضحية الوحيد شكون يكون؟ هذاك الإنسان اللي خرج بشكل فوضوي بدون تنسيق، خرج هكذا يعني له بال، يلقى روحو يدي في المخبط ويلقى الزولة ويطبعو في الحبس. هذه معروفة عند الشعب. يعني معاك أنا درك. شوف نقول لك درك، مثلا فرضا راهم قال مثلا جاو معايا مجموعة من الشباب، ما على باليش انا 50,000 و200,000، وراهم عندك انت قوة اللي بحيث هو انك انت تفرض بها انت واقع. انا ما نحتاجهمش، انا لو كان جات راه عندي دوك مثلا قاعدة شعبية صحيحة ما نهضرش مع هذو الناس اللي انت راك تحوس انت عليهم، انت تتنسق معاهم، ما نسق معاهم ما نحوس عليه، خطر عليه. هذو راه قاتلتهم الزعامة، قاتلتهم المشيخة. لا لو كان دوك مثلا نلقاو في أمين الشباب هذو نتجاوزوهم، علاش ننسق معانا؟ على واش؟ هو أصلا ما عندوش قاعدة شعبية، أستاذ أنا التنسيق اللي ذكرته ما عندوش علاقة بالنظام. إذا قلت تنسيق معناتها أنا حتى المترشح، حتى أستاذ بالنسبة للمترشح أستاذ إذا كان إن شاء الله يكون حمروش يكون وش يكون، انا اللي مسؤول بالنسبه لي انا كطالب نحكي لك استاذ. بالنسبه لي اي يعني شخص ولا مسؤول سياسي في الجزائر كانت عنده علاقه بالنظام والله ما ندير فيه ثقه يا استاذ. انني شوف كذا كيف نفرضوا بلي كاينه ديمقراطيه وشفافيه، حتى الرئيس اللي يكون من الجزائر يكون من رحم الشعب، ما عندوش علاقه بالنظام، باسكو علاه اذا حبينا نغيروا النظام لازم يكون جذري. ما كان سعيد لا سيدي سعيد لا سيدي مبارك. يا وهذيك الأخ واسمه الأخ حمزة، فاهمك وراني معاك، بصح القضية تسمى لما تكون انت راك فاهم النظام ما تحكيش بالمنطق اللي راك تحكي به انت. هذه راها تتم في وضع طبيعي. كل نقولوا مثلا دوك لو كان راهو الشعب تحرك، فهمت؟ الشعب راهو يتحرك وراهو التف مثلا، قال الشعب دوك راه على مستوى 48 ولاية مثلا، وراه درك هو تحرك على مستوى الولايات في الشوارع في المساجد في الأحياء في كذا، راه كامل الشعب من ورايا أنا فرضا. أنا ما نروحش نحكي مع حمروش ونروح نحكي أنا مع زيد ومع عمر من الناس، ما نحكيش معاه، لأنك أنت راهو عندك قاعدة شعبية، راهو وسائل الإعلام تحتك، راهم أرباب مال، راهم كذا، من بعد أنت تفرض الواقع اللي راك تحوش عليه. تذر كما عندكش هذيك القوة الشعبية ولا المادية ولا الإعلامية، ما عندكش، تراك تستعين بناس كي شغل أنت واحد راهو يلم في الماء، فهمت؟ لما أنت راهو عندك البير، عندك البير وعندك الجبدة كما يقولوا هذيك، وانت راه عندك القوة نتاع المال ونتاع العتاد ونتاع كذا، ما تحتاج حتى واحد، راهو في يدك انت اللي من بعد انت تصوب انت الماء وين يروح. لكن لما يكون ما عندكش انت راك تجيب قطرة من هي وقطرة من هي وقطرة من هي وقطرة من هي على جال باش تلم الناس، فهمتني؟ دوك انت الحال نتاع التنسيق هذا، هذ الناس اللي راهم درك هما شكون هما؟ اعطيني اسماء ونهضر لك عليهم بالواحد. اعطيني اسماء. لا اسمح لي بارك الله فيك استاذ، انا كي قلت لك تنسيق ما عينت لك الشخص، انا قلت لك يخرج من رحم الطلبه، يعني طالب كيما هنا كيما هو تسوي قرا ماستر ولا يقرا ليسونس، فهمتني يا استاذ ولا لا؟ نعم. يكون من رحم الطلبه، يعني كل جامعه تخرج يعني مجموعه هي اللي تنسق في الولايه هذيك ويديروا مظاهرات. انا مانيش نحكيك على شكل خماج وزبل تاع النظام، انا ما نحكيش على خماج وزبل تاع النظام ولا حاجه. نعم. نحكي لك على الطلبه، يعني نحي المنظمه الطلابيه، المنظمه الطلابيه بيع الماتش نعرفوهم، هذا هو ماتش تاعهم بيوع استاذ.
يا راني فيها. شوف شوف يا ودي، شوف قبل لك واحد المسألة، المسألة قبل كي تذكرها الأخ أنت أعتقد من المسيلة، قضية نتاع الثقة، فهمت؟ ثقة قضية نتاع ثقة الثقة، حنا الشعب ما يدير كونفيونس لا في قضية لا في الثقة، المؤخرة لا وخاصة في في الموالاة لا في الإنترنت، خاصة في الإنترنت. دوك مثلا أنت، أنا يجيو لي مجموعة من الطلبة مثلا، يقولوا لي أنا إحنا رانا مجموعة من الطلبة ورانا حابين ننسقوا معاك، رانا عندنا مجموعة من ولايات مختلفة ورانا حابين ننسقوا ونتعاونوا مع بعضنا من أجل على أجل باش نديروا مخرج، نديروا طريق كذا. أنا بحكم التجربة نتاعي أحسن بهم الظن، ولكن في نفس الوقت لست غبي، خاطر درك راهو عندنا تجارب مريرة اللي تخليك، نعطيك كمثال دائما في هذا الإطار. اتصلوا بيا مجموعة قالوا لي في الإطار هذا نتاع المصالحة، ماشي نحوسوا رايحين نديروا قال مثلا انقلاب ولا رايحين نديروا حاجة، في إطار تاع المصالحة اتصلوا بيا وقال راه عندنا ممثلين في عدة ولايات. النهار اللي وصلت للصح بالسلامة بالعافية، تلقى روحك وحدك، خاطر علاه؟ صح الريح مش في الشبك، ماكش تمشي مع رجال، ماكش تمشي مع رجال. ومن بعد الشخص هذا بالذات جاء حضر معنا في لقاء، خرج منا بدا يطعن فيا، تما كان وليت نقول انا الحمد لله يا رب اللي ما جاوش الناس بزاف، والحمد لله اللي يا رب اللي كانت انا عندي الكاميرا، انا اللي نصور وانا اللي نكتب وانا اللي نالي كل شيء، كان كل شيء في يدي، وليت نقول انا الحمد لله يا رب. راك مع ناس غير ربي اللي... نعم تفضل.